بسيطه جدا، بس طبعا الميل بتاعه لازم يكون نفس الميل اللي انت داخل بيه على هارفارد، فيبقى كده تبقى اوثورايز تبع هارفارد، فيفتح على طول، يفتح اي عدد ويفتح اي وقت. ايوه يديك تايم انليمتد وعدد انليمتد. بالضافه الى يعني ديت انا عاملاها مثلا من شهرين مثلا، يعني هو نفسه بكرره، يعني مش لازم كل مره تعمل واحد جديد. والله ده كويس. بس ده عاملاه من زمان اصلا، عشان كده ببعته لك على طول. ما انا استغربت، قلت هو حضرتك بعتيه على طول؟ لحقتي عملتي ده؟ انا بعمله على عادي بياخد تايم. لا ما انا بقول لك ده معمول من زمان، وكل مره بخش بيه نفس الحاجه. بس الموضوع بسيط جدا يعني، بس اللي يعمل بقى يكون حد ايه، يكون يعرف يعمل يسجل النت عنده كويس، دي الفكره بس. يكون مصحصح يعني، ممكن انام منكم في اي لحظه اروح فاصل كده. كوبايه شاي وخليكي معانا بالله عليكي. والله لا ايه، مفيش هعمل لك قهوه تقيله. طيب لا مش عايزه الدكتور هنا حد يكلمها؟ والله خلاص عايزه انا عايزه اسمع. رني عليها فون طيب ولا ايه؟ انا بدخل. طب ماشي بقى، دخل النت. ايه وميوت تقول منين؟ ايه من عند البارتيسيبنت. طب ممكن تكلميها لما اخلص اكلم اس اس تكلميها الناس تدخل. اوكي ماشي ماشي يعني. باي باي. مش هروح. الحمد لله على السلامة يا شباب. مكتوبة لكم المحاضرة. الحمد لله على السلامة يا دكتور. نورتين. ميرسي ربنا يخليك. والله كنت زعلانة بجد، كنا عايزين ننجز حاجة النهاردة. ابتدي اشير اهو. تمام احنا وقفنا عند السلايد دي تقريبا. نعمل ريكوردينج؟ اوكي نبتدي. طب يا دكتور ممكن ميك هوست بس اعمل ريكوردينج؟ تمام ارجعك الهوست؟ يا ريت. انت هوست اساسا؟ لا انا هبقى هوست. لا انا مش عايزه ابقى انا الهوست. ما بحبش دي، مش عارفه اركز معاك. دي واحده دكتوره ضحى. تمام انا لا ده هو انت الهوست اصلا. انا الكوست. حضرتك عرفت تعمل الكوست خلاص. دكتوره ضحى هي اللي عملته. الله ينور عليك يا دكتور، ربنا يبارك لك. اوكي طيب خلاص نبتدي بقى ان شاء الله. انتوا فهمتوا الجزئيه الاولانيه؟ في حد مش فاهم؟
في أسئلة؟ أنا لو في حد عنده سؤال أبتدي قبل ما أبتدي. يا شيماء خلاص بقت هوست، هوست يا شيماء ماشي؟ ماشي أوكي دكتورة. شيماء هوست ودكتورة هناء كو هوست. كده تمام؟ تمام. تمام. تحكمه. أوكي تمام. شفت هارفارد بقى إمكانياتها عالية إزاي؟ أيوه. ممتازة ممتازة. دكتورة هناء أنت ممكن تعملي تبقي زوم عادي عارفة على اللابتوب. بتخشي على زوم بس يكون الزوم اللي حضرتك منزلاه على اللابتوب بنفس الميل بتاعك اللي هو موجود في هارفارد. ما هو فعلا نفس الميل. ليك نور. بتروحي على سكادول وتختاري ميعاد هو ده وتعمليه، وده هتستعمليه على طول العمر كله، مش لازم كل مره تعملي واحد جديد، هو نفسه. طب ما ده كويس جدا. يفتح معاكي عدد ويفتح معاكي وقت. وعندك خلاص بعد المحاضره دي هتبعتي لنا الستيب عشان نعمله ونحاول نخلي اللينك ثابت لكل الزوم من على اللابتوب، بس هو الزوم تفتحيه من على اللابتوب مش موبايل، على اللابتوب. تمام. خش على سكادول وتحددي يوم وميعاد بس كده. بس كده خلاص. اديكي خلاص اديكي البتاع اللي بتخشي بيها على طول براحتك بحضرتك الهوست وتسجلي في كل حاجه. تمام تمام. تسلمي لنا يا دكتور يا رب. تسلمي. ها يا شباب نبتدي. في حد عنده سؤال قبل ما نكمل؟ This meeting is being recorded. وانا هستأذنك بس يا دكتور هناء، انا دخلت متأخر، فممكن بس هنت كده بس احنا اتكلمنا عن ايه؟ هناء تسلمي يا حبيبتي. تسلمي يا دكتور. بس احنا كده هنرجع ورا شويه. اوكي بص يا دكتور احنا اتكلمنا خلاص تمام. احنا اتكلمنا على some definitions المفروض ان انتوا تكونوا عارفينها. اول حاجه الايرور اللي هو اللي احنا بنسميه الراندم ايرور. الراندوم ايرور ده نوع من انواع الايرور اللي هيحصل غصب عنك في الاستادي. ليه؟ لان انت بتكون واخد سامبل صغيره من البوبوليشن از هول، فمدى بعد الريزلت بتاعت السامبل بتاعتك عن البوبوليشن بارامتر بيعمل لك نوع من انواع الايرور بنسميه راندوم ايرور. تمام؟ او الالفا ايرور. الالفا ايرور او الراندوم ايرور ده بيقل كل ما انت تبتدي تزود السامبل سايز بتاعك. يبقى هو بيقل طول ما انت بتزود السامبل سايز بتاعتك، كل ما تزود السامبل سايز كل ما يقل الايرور ده بشكل كبير جدا، وكل ما تبقى الاستادي بتاعتك اكيوريت، لان كل ما تقلل الايرور والريزلت بتاعتك من ناحيه البوبوليشن تبقى اكيوريت، وكل ما تبقى الاستادي بتاعتك فاليد. يعني ايه كلمه فاليد؟ فاليد يعني ميجر وات يو وونت تو ميجر، يعني فعلا بتقيس اللي انت عايز تقيسه مع غياب او absent of bias. البايس هنا بقى اسمه السيستماتيك ايرور. ده بيحصل بسببك انت، بيحصل بطريقتين. لا اما يحصل نتيجه لراندوم نتيجه during your collection of data فبنسميه information error، او نتيجه your selection of your participant فمعناها selection error. تمام؟ او selection bias. فالبايس ده مشكلته ايه؟ مشكلته ان هو ما بيتصلحش، وونس انه حصل فهو ممكن يحصل in any direction، وما بيقلش لو انت زودت السامبل سايز. مهما كان السامبل سايز بتاعتك كويسه، وجود البايس ده هيعمل لك ايرور وهيكمل معاك طول الاستادي. كلمه ريلايبل معناها ريبيتابيلتي اوف ميجر، يعني لو كل الاستادي بعد كده واحد ورا خد نفس السامبل سايز وطلع نفس النتائج، واحد ورا خد نفس السامبل سايز وطلع نفس النتائج، فمعناه ان انت هنا ريلايبل، يعني تكرار السامبل هيدي نفس النتائج، وده هيبقى مور اكيوريت للاستادي دهيت ومور انسرز للجاب بتاعتك، فمش هتكمل على الاستادي دي نهائي. تمام. في عندنا الهايبوثيسس بتاعتك، لا اما تبقى نول هايبوثيسس اللي هي بتقول ان مفيش ديفرنس، مفيش افكت، مفيش تشينج خالص بيحصل ما بين الاكسبوجر والاوتكم، او نتيجه الالترناتيف هايبوثيسس. والالترناتيف هايبوثيسس دهي هتبقى عكس النول هايبوثيسس، اوبزيت تماما للنول هايبوثيسس. فانت لا اما هتكتب الهايبوثيسس اللي هي انسر فور يور ريسيرش كويشن باي نول، او انت هتكتبها باي الترناتيف وعليك اثبات كل منهما لو انت كتبت في اي طريقه. الفكره ان انت عندك بتبتدي بايديا، بفكره، او بمعنى الاصح ببروبلم، بجاب مشكله، ببروبلم عندك، او عن طريق ان هي جاب، وتبتدي جنريتد الهايبوثيسس ان انت بتحط حل للمشكله دهية، او بتقترح علاقه للمشكله دهية. فتبتدي تدور في الريتريتشرز، وتبتدي تعمل البلاننج بتاعتك، وتبتدي تعمل الديزاين
وتعمل داتا، تشوف الداتا بتاعتك وهتشوف اذا كنت هترفض الهايبوثيسس دي فترجع رفضت هايبوثيسس، وهترجع تفكر في نفس الهايبوثيسس ثانيه لنفس الفكره. فانا ما بغيرش المشكله، ما بغيرش الجاب، انا بغير الهايبوثيسس بتاعتي، الوجهة نظري انا للموضوع، لغايه ما تبقى اكسبتد وابتدي اشتغل الريسيرش بتاعي او البحث بتاعي. في عندك فورميريتنج للهايبوثيسس بتاعتك، هتبتدي كولكت الداتا، هتبتدي اناليسس للداتا عشان تست هايبوثيسس. تست هايبوثيسس دي معناها ان انت بتدور على البي فاليو بكل بقى التستات الاحصائيه اللي ممكن تطلع. كل تيست احصائي بيدي فاليو، تي تيست بيديك تي فاليو، والكورليشن بيديك الار فاليو، وانت عن طريق جداول احصاء ما بقيناش بنبص فيها بقى دلوقتي كله باي اس بي اس اس او باي statistical بروجرام، بيطلع لك حاجه اسمها بي فاليو. دي تيست الهايبوثيسس. البي فاليو تيست السيجنيفيكانت. فاكرين لما قلنا ان الاودز والريليتيف ريسك والريسك ريشيو دي تيست اوف اسوشيشن، دي ميجرمنت اوف اسوشيشن. بي فاليو دي تيست اوف سيجنيفيكانت، وبعد كده بتبتدي تشوف الكونكلوجن بتاعك. اوكي طيب، قلنا قبل كده في سلايدز اول محاضره ان الجود هايبوثيسس لما بتبقى كلير، لما بتبقى واضح الكونكلوجن بتاعك، واضح الديزاين بتاعتك عشان تثبت الهايبوثيسس دي واضحه وصريحه، وقلنا ما تستخدمش كلمه سيجنيفيكانت نهائي وانت بتكتب في الهايبوثيسس بتاعك. بروبلم، انت عندك مشكله، اوكي، فكره طرقت في دماغك وفي الكابستون بتاعك، عملت هايبوثيسس، كتبت اجابتك انت للريسيرش او للبروبلم دهيت، حضرتك اجابتك انت، مش الريفرنس، مش التكست بوك، مش الريتريتشر، تمام؟ وهتكتبها لا اما عن طريق النال هايبوثيسس، لا اما عن طريق الالترناتيف هايبوثيسس، تكتبها من واحده من دول. كلمه نال هايبوثيسس زي ما انا قلت ان ما هي ريجكت السيجنيفيكانت، هي عايزه تقول لك ان nothing، مفيش حاجه بتحصل، تمام؟ فده معناه ان انا ما عنديش افكت، ما عنديش كورليشن، ما عنديش اسوشيشن، ما عنديش تشينج بيحصل نتيجه لايه، للعلاقه دهي. زي امثله مثلا ان في دراسه، انت ممكن، او خليني اقول ان انت ممكن تكتب ان السيستم الهايبوثيسس بتاعتك ان السيستوليك بلاد بريشر في الدايبيتيك بيشنت ما عندهمش رينال بروبلم ده 120، فمعنى كده ان السيستوليك بلاد بريشر في الدايبيتيك بيشنت ما بيتاثرش بالرينال بروبلم نهائي. فممكن يكون الريسيرش كويتشن بتاعتك، هل وجود الرينال بروبلم من عدمها بيؤثر على السيستوليك بريشر؟ هو كتبها هنا بالنال، انت ممكن تكتبها بالالترناتيف هايبوثيسس. اوكي، وهكذا امثله كتيره جدا في الموضوع ده. طيب لو جيت وعايز اوضح لحضراتكم فكره النال هايبوثيسس، النال هايبوثيسس عشان خاطري وانت بتكتب، شوف، مش انا مش مشكله عندي ان انت تثبت النال، مش مشكله عندي ان الاستادي بتاعتك تقول لي مفيش هايبوثيسس، بالعكس الدنيا كويسه جدا، المهم ان انت اثبتت الكلام ده، اثبتت الواقع ده. الالترناتيف هايبوثيسس زي ما انا قلت لكم عكس النال، النال تماما. فلو انا عندي ان النال هايبوثيسس بتقول الاستوليك بلاد بريشر في الناس اللي عندهم دايابيتس من غير رينال بروبلم يساوي 120، فمعنى كده ان النال هايبوثيسس بتقول لي ان هو 120، ان المين بتاعك بتاع البوبيوليشن بيساوي 120. يبقى الالترناتيف هايبوثيسس العكس لا يساوي 120، وعليك انت اثبات او نفي ذلك. فبالتالي انت هتقبل النال او هترفضها، او هتقبل الالترناتيف هايبوثيسس او هترفضها. دايما احنا بنسمي النال بالاتش زيرو، اوكي، وغالبا دي يعني statement about the population parameter، دايما دي بتمثل ال population parameter او بتمثل الخط اللي في النص. فاكرين لما قلنا normal distribution وقلنا دهيت كده، فغالبا النال هي اللي في النص. الالترناتيف hypothesis دي بتبعدك عن النال، بتبعدك عن العلاقه، فبتبقى بتدور على علاقه بعيده عن النال، وبالتالي بتشوف اذا كنت انت هتقبل العلاقه دهيت ولا هترفضها. اوكي، فهنا دي الساينس اللي بتقول لك يعني ايه نال هايبوثيسس، يعني ايه الترناتيف هايبوثيسس.
الجدول ده يوضح جدا جدا العلاقه دي. يا ريت تحفظوا الجدول ده تماما. هنا النال هايبوثيسس بتاعتك، خليني اوضحها اكتر. ده النال هايبوثيسس دي الحقيقه الموجوده في البوبوليشن، دي ترو. لو النال هايبوثيسس صح فعلا وما فيش علاقه، ولا النال هايبوثيسس غلط وما فيش علاقه. اوكي، ده الديسيشن، ده قرارك انت او الاستادي بتاعتك، ده الاستادي بتاعتك. فلو الاستادي بتاعتك اكسبتد قالت فعلا النال هايبوثيسس والنال كانت صح، يبقى ده كوركت ديسيشن. لو قرارك قال ان انت النال فعلا الاستادي بتاعتك اثبتت النال، الريزلت بتاعتك قالت فعلا انا اكسبت النال هايبوثيسس وهي فعلا في البوبوليشن او في الحقيقه كده، فده كوركت ايه ديسيشن. وفي الحاله ده هي انا بسميها بدور على الكونفيدنس انترفال، اوكي، عشان خاطر اطلع لك الايه القوه بتاعه الاستادي. طيب لو انا قراري رفض النال وقال لا ده في علاقه، الاستادي بتاعتي طلعت ان في علاقه ما بين الدايابيتس وما بين استوستوليك بلاد بريشر حتى في العيانين ان رينال بروب، فهي رفضت النال هايبوثيسس هنا، بس ده غلط، ده مش حقيقي. يبقى انت وقعت هنا في اول نوع من الايرور اللي هو تايب 1 ايرور او الفا ايرور. وقلنا ان الالفا ايرور بيقل عن طريق ان انت تزود السامبل سايز بتاعتك، تقل لما تزود السامبل سايز بتاعتك. ناخد طريقه ثانيه، لو انت اكسبتد للنال هايبوثيسس، يعني انت قلت فعلا ان مفيش علاقه بس الحقيقه ان في علاقه، يبقى انت وقعت في الايرور الثاني اللي هو اسمه البيتا ايرور. البيتا ايرور مش مشكله، ده ايرور كويس يعني ضعيف ونقدر او حاجه بسيطه ونقدر نزود الباور اوف ذا ستادي. بتقلل امتى البيتا ايرور؟ لما بتزود الديفرنس بين الالترناتيف هايبوثيسس و الايه increase the difference of alternative hypothesis، يعني بتزود الفروقات، يعني بتاخد حاجات heterogeneous بتوضح العلاقه. اوكي، لو زودت السامبل سايز هتقلل بيتا ايرور، لو زودت الالفا ايرور هتقلل بيتا ايرور، لو choosing the different test ممكن تقلل بيتا ايرور لو عملت اكتر من اختبار للعينه بتاعتك. الديسيشن بتاعك لو انت رفضت النال هايبوثيسس ورفضك ده كان صح وواقعي في البوبوليشن، وده كوركت دايركشن، وده يساوي الباور اوف يور ستادي. الباور هو عباره عن واحد ناقص البيتا ايرور ده، فمعنى كده بتقول لي ان الباور بتاعه الاستادي بتاعتك ايه كويسه جدا. اوكي، يبقى احنا عندنا قرار انت بتاخده من العينه او من الاستادي بتاعتك، وعندنا ان الواقع النال هيبقى الواقع بتاع البوبوليشن. لو انت اخترت فعلا ان النال هي الصح مع الترو بوبوليشن كان صح، فده كوركت ديسيشن. اوكي، وزوده بالكونفيدنس انترفال. لو انت قلت ان هو غلط وفعلا كان غلط، فده كوركت دايركشن اسف ديسيشن، ومعنى كده ان الباور بتاعت الاستادي بتاعتك كويسه. والباور بتتحدد بالسيجنيفيكانت ليفل او بتحدد بالالترنيت سامبل سايز بالناتشر اوف تيست، حاجات كتيره جدا هنوضح بيها الباور. خلاص، ده بالنسبه للقرارات. لو قرارك غلط في اي اتجاه انت رحت، هل انا فعلا رفضت النال وهي صح فانا في الالفا ايرور، ولا انا قبلت النال وهي غلط فانا في البيتا ايرور؟ تمام، صعب جدا انك تميز البيتا ايرور، صعب جدا انك تميز البيتا ايرور، ولكن سهل جدا تتجنب الالفا ايرور ان انت تزود السامبل سايز بتاعك. اوكي، صعب جدا انك تميز البيتا ايرور، لكن سهل جدا انك تتخلص من الالفا ايرور بزياده السامبل سايز بتاعك. اوكي، نفس الجدول بنفس الطريقه، بس هو حسب انت عكست ايه. انا عم جبته بس ليه؟ عشان لو انت عكست الكتابه بتاعتك هيتعكس وضع الالفا والبيتا ايرور. خلي بالكم الالفا ايرور تمثل الفولس بوزيتيف، فانا ما بحبش الجدول يكون معكوس، احب الجدول يكون صح كده. تمام، فعندك الالفا ايرور بتساوي الفولس بوزيتيف. انت عارفه حضرتك انا عملت كام مره الجدول عشان اطلعها بولس بوزيتيف؟ كل مره كان بيطلع معايا معكوس.
فانا لسه جبت الجدول ده والله عشان اقول لكم ان ده غلط. ان انا ده غلط، ما تجمعوش الجداول، احنا مثبتين التو باي تو تيبل. تمام، مش الديسيشن بتاعك ده يا شباب، مش الديسيشن، مش احنا قلنا في التو باي تو تيبل الاوت كام فوق؟ مش الديسيشن بتاعك ده هو الاوت كام؟ مظبوط صح. ايوه، وقلنا بتبقى ال وال كتبنا هي اكسبتد ريجكت، فانت ما تغيرش وضع الايه الفولس بوزيتيف. الفولس بوزيتيف هي البي سيل، والفولس نيجاتيف هي السي سيل. فاكرين ولا مش فاكرين؟ احنا مثبتين القواعد دهيت من الاول. وقلنا الترو بوزيتيف هو الاي، وان الترو نيجاتيف هو الدي. الدي القواعد دي ثابته، الجدول بيتحط بالطريقه دي اللي انا شرحت عليها في الاول، مش بالطريقه دي، دي غلط، ده غلط غلط. انا جايبه السلايد دهيت بس عشان عندي رغبه ان انا اعمل عليها كده. هي الجدول معمول صح، بس حضرتك لو نفذته بالطريقه دي هيبقى غلط. انت مش هتقدر ان انت تحافظ على ترتيب السيلز، دماغك. انا واحده من الناس لو جيت عملت كده هتلخبط مع كل اللي اشتغلته والامتحانات اللي خدتها، لو عملته كده هتلخبط. لازم اثبت ايدي على الاي بي سي دي بتاعتي عشان اقدر ان انا اطلع الالفا ايرور صح واطلع البيتا ايرور صح. دكتور لو سمحتي، هو معنى كده ان الالفا ايرور والبيتا ايرور يعتبروا الاثنين راندوم ايرور؟ يس، بس مينلي عشان احنا صعب جدا ديتكت البيتا ايرور، اتس فيري رير، فاحنا بنتكلم ان الراندوم ايرور هو الالفا ايرور. لان هو الاكثر شيوعا، ولا احنا بنقدر نتجنبه بان احنا نزود السامبل سايز. بالظبط كده، هو البيتا ايرور برضو بيقل بالسامبل سايز، بس هي الفكره ان انت صعب جدا تطلعي البيتا ايرور. انت غالبا بتحسبي الباور، بتطلعي دي غالبا بتطلعي الباور بتاع الاستادي بتاعتك اللي احنا بنثبته 80 في السامبل سايز. مش احنا المره اللي فاتت في السامبل سايز ثبتنا الباور على 80 عشان احنا متوقعين ان البيتا ايرور بتاعنا 20؟ فدي ثابته خلاص، ما تدخليش نفسك ادفانسد اكتر من كده، يعني كده حلو قوي. في حد عنده سؤال قبل ما ابني على النقطه دي؟ يا دكتور كان في سؤال في الشات يقول دكتور معلش في حاجه مش فاهماها، هو انا وانا بعمل الصوت اقطع دكتورة بتسأل بتقول معلش في حاجة مش فاهمة، معلش الصوت قطع، لو صاحب السؤال ممكن يتكلم يبقى أفضل. أوكي، هو أي حد ممكن يعمل أن ميوت لنفسه في أي وقت. دكتورة شيماء الصوت عندك مقطع. دكتورة هناء ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟ ألو دكتورة هناء ممكن أسأل سؤال لو سمحت؟ اتفضلي. انا عايز اسال الدكتوره اللي هو في حاجه في محاضره، في حد على الشات بيقول لي 80 و20 دي جت منين؟ ده افتراض. كنت عايز اسال سؤال الدكتوره بالنسبه اللي هو تايب 1 ايرور، ساعات بيجيبها في معادلات هارفارد، الريت دي تفرق عن الالفا بتاعتنا العاديه؟ انا ما فهمتش السؤال يا دكتور خالص. ساعات يا دكتوره في هارفارد بيكتب تايب 1 ايرور ريت انكريز او ديكريز، مش عارفه هو ممكن اساعدك يا عبير في السؤال. هو الدكتوره في الكالكوليشن بتاع السامبل سايز ايرور ريت بيقولوا ايه؟ ال ان بتساوي معادله سيجما زي 1 ناقص الفا على 2 زائد زي 1 ناقص بيتا، فهو على ميو اللي هو المعادله بتاعه السامبل سايز. المعادله بتاعه السامبل سايز يا جماعه، السامبل سايز دي كانت الاول بتتحسب بمعادلات، والمعادلات دي تساوي الزي اللي هو عباره عن اللي هو النمبر بتاع الكونفيدنس انترفال، يعني 95 كونفيدنس انترفال هو 1 وايه 96%. اوكي، فنسوي الزي في الستاندرد ديفيشن بقى في المين، واللي على الستاندرد ديفيشن على نسبه الرفض. فالمعادلات دي انتوا ما تاخدوهاش خالص، ما تشتغلوش عليها خالص، ما حدش بيحسب سامبل سايز. مش واخدينها يا دكتوره، بس اهو احنا مش واخدينها، بس هو بيكتب طيب 1 ايرور ريت على فكره يا جماعه، انتوا في ثلاثه بيتكلموا مع بعض انا مش سامعه،
والله ما سمعت حاجه. انا هنتظر الدكتور. انا ما سمعتش حاجه. هكلمك بس اتفضل. اتفضل يا دكتور. ماشي. بيقول لك سامبل سايز امتى بتزيد وامتى بتقل. فبيقول ايه السامبل سايز بتقل لما التايب 1 ايرور ريت بيزيد. اللي هو ايه بقى؟ عباره عن 1 ناقص الفا على 2. لا بالراحه بقى، بالراحه بقى، بالراحه بقى، كده غلط. انت بتقولي ان السامبل سايز بيقل لما تايب 1 ايرور بيزيد. اعكسي الكلام يا دكتور. تايب 1 يعني تايب 1 ايرور هو اللي بيقل لما السامبل سايز تزيد، لان انت تتحكمي في السامبل سايز، لو انا تتحكمي في الالفا ايرور. هو بص حضرتك، فانت تزودي السامبل سايز، او كل ما تزودي السامبل سايز تقللي من الايه، من الالفا ايرور ريت. بس حضرتك هو بالظبط، ولو قللت السامبل سايز فانت بترفعي. قولي. هو كاتب تايب 1 ايرور ريت انكريز اي، بمعنى الزي 1 ماينس الفا على 2 ديكريز، وده بيؤدي الى ديكريز السامبل سايز. ده بيؤدي الى ديكريز السامبل سايز ولا ديو تو ديكريز السامبل سايز؟ بص يا جماعه، الالفا ايرور، الالفا ايرور هي صح الكلام اللي مكتوب ده تماما. الالفا ايرور ده له علاقه وطيده جدا بالسامبل سايز. فاكرين لما انا جيت وقلت لكم السامبل سايز بتاعتكم كل ما تكبر كل ما يقل نسبه الايرور ده، كل ما معامل الثقه او بتاع الكونفيدنس انترفال يقرب من البوبوليشن، كل ما الاستادي بتاعتك تبقى كويسه. ففعلا الالفا ايرور ريت، نسبه حدوث الالفا ايرور بتقل لما انت تزود السامبل سايز وتزيد السامبل سايز. يعني ده بيحصل ديو تو ذا سامبل سايز. بمعنى الاصح لو انت عايز تختار سامبل سايز كويسه ومحترمه اكتب الالفا ايرور 5%. اوكي؟ لو انت عايز تاخد سامبل سايز صغيره عشان امكانياتك صغيره وانت بتحسب السامبل سايز زود الالفا ايرور. اكتبوا 10، اكتبوا 20، ساعتها السامبل سايز بتاعتك هتطلع ايه؟ قليل. العلاقه ما بين الفا ايرور ما بين السامبل سايز علاقه عكسيه. طب معلش يا دكتوره هناء، يبقى دلوقتي لما يقول تايب 1 ايرور الريت بتاعه يبقى يقصد بيها الكونفيدنس انترفال، انما مش بيقصد بيها تايب 1 ايرور. ماله الريت بتاعه؟ لما بيكتب بقى بيكتب كده تايب 1 ايرور. الصوت بتاعك قطع يا دكتور، انا سمعت تايب 1 ايرور ريت. يقصد بيها يا دكتور كده الكونفيدنس انترفال بقى، مش يقصد بيها تايب 1. صح كده؟ لا، الكونفيدنس انترفال حاجه ثانيه خالص. الكونفيدنس انترفال هشرحها لكم، دي حاجه ثانيه خالص. انا عندي حاجه دكتوره هناء، حضرتك مثلا تأجل الحته دي، حضرتك بص ابعتها لك، بص عليها وتشرحها لنا المره الجايه عشان ما تحصلش لخبطه بس للناس. ابعتوها لي دلوقتي، مفيش اي مشكله، حد يبعتها لي دلوقتي وانا هبص عليها. دلوقتي احنا متلخبطين اسامي قاعدين، مثلا الالفا لما بتزيد. طب هقول لكم على حاجه، طب انا هقول لكم على حاجه بالراحه كده، ثبتوا الجدول ده واعرفوا يعني ايه الفا ايرور وبيتا ايرور وباور. اوكي؟ وبعد كده هبني واحده كده، اللي عنده سؤال في الاخر يدهوني، بس لما تكونوا فكره كامله عن الفا وبيتا ايرور. بس ما تضيعوش نفسكم. بص يا دكتور، حضرتك كاتبه 1 ناقص الفا، 1 ناقص الفا بقت الكومبلمنت دلوقتي للالفا. يعني 1 ناقص الفا دي لما تتكتب بيقصد بيها الكونفيدنس انترفال، انما لما اكتب الالفا بس بقصد بيها التايب 1 ايرور. لا يقصد، ايوه تمام، حلو جدا. تمام. حلو جدا، اثبتي بقى على كده. ماشي حلو يا شباب. ماشي تمام حضراتكم. تمام. كلكم فاهمين اللعبه دي؟ ايوه. ان انت لو خدت القرار الصح فده الكونفيدنس وان انت لو خدت الفا ايرور فده ال 5% اللي انت بتلص، فمتقربيتوا بتسيبوها في الاحصاء 20%، ده الغالب، ده احصائيا، ده كتب، مش يعني اللي هو بيساوي 0 بوينت، هو عايز يقول لك انها 0 بوينت 2 ما بيعديش 0 بوينت 2، عشان كده صعب جدا تو ديتكت. عشان كده اجيب الباور بتاعتي 1 ناقص ال 0 بوينت 2 فيطلع لي 0 بوينت 8، فتطلع ال 80% بتاعت الباور بتاعتي. انت عايز تزود السامبل سايز بتاعتك والكونفيدنس انترفال، قلل الالفا ايرور.
عايز تزود الباور بتاعتك العب بعيد عن الايه البيتا اير. اوكي تمام. قلنا ما حدش يعمل الجدول بالطريقه دي نهائي. ونيجي بقى نبص للعبه دي. بصوا يا جماعه احنا ده هنتوقع ان الاحمر ده هو النون هايبوثيسس اوكي، وان الازرق بتاعك هو الالترناتيف هايبوثيسس. حلو الشكل ده. يعني انا عايزه اقول لكم ان انتوا هتحطوا الحاجتين كانهم تو ديستريبيوشن مختلفين عن بعض، تو ديستريبيوشن مختلفين تماما. انا بقول ان ده النال هايبوثيسس بتاعتي، ان ده الاحمر ده النال هايبوثيسس، وان الازرق ده الايه الالترناتيف هايبوثيسس. كاني بتكلم على دراستين وبقارن ما بينهم. ده الاصفر ده القيمه المتوقعه ان انت تلاقيها، القيمه اللي بتنصف الاثنين بالظبط، بنصف الايه الدراسه بتاعتك، قيمه الدراسه بتاعتك. بناء على الشكل اللي انتم شايفينه ده انا هحسب الالفا والبيتا ايرور. بناء على الشكل ده انا هحسب الفا وبيتا ايرور. يبقى البروبابيلتي بتاعت الالفا ايرور، البروبابيلتي بتاعت النال هي الاحمر، والبروبابيلتي بتاعت الايه الالترناتيف هي الازرق، والداتا بتاعتك او السامبل سايز بتاعتك ادت الاصفر. اوكي ثابت كده. طب والبنك يا دكتور؟ حلو ناخد الرسمه اللي ورا. سيبكم بقى الجدول ده، ده جدول ثاني. الخط إيه؟ اللي كان في الرسمه كان اصبري 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 تمام، اصبري شويه يا دكتور. تمام ماشي. ده عندك انت هنا في الرسمه دي، ده كروكيه، ده النال هايبوثيسس بتاعتك اوكي، وده النورمال فاريشن او التوزيع العادي بتاع الاستادي، وده الالترناتيف هايبوثيسس بتاعتك، ودي الريزلت اوكي. الفا ايرور هو الايرور ده، والبيتا ايرور هو اللي في الالترناتيف هايبوثيسس ده اوكي، والباور عكسه. عشان نيجي نضم الشكلين دول على بعض فعايز يقول لك ان ده الفولس بوزيتيف، وعايز يقول لك ان ده الفولس نيجاتيف، وهتقدر تحسب الباور بتاعتك ازاي. يبقى الباور بتاعت التست بتاعتك، لو احنا قلنا ان دي الالفا ايرور، الخط بتاع الالفا، فاكرين ان ده نورمال ديستريبيوشن، وقلنا عند الثيرد ستاندرد ديفيشن بيجي الاثنين ونص بتاع الالفا شمال ويمين، ده النورمال ديستريبيوشن بتاعك. الخط ده لما ينقطع مع السامبل سايز بتاعتك، دي الدراسه بتاعتك، دي الالترناتيف هايبوثيسس بتاعتك. لو كمل وشفناه واقع فين، الالفا البيتا هنا، البي فاليو بتاعتك الالفا ايرور هنا جت، فمعنى كده ان في الاستادي بتاعتك ده البيتا ايرور، ودي الناحيه الثانيه هي الباور اوف ذا ستادي. الدنيا مش واضحه، الدنيا عك التاني، نشوف الصوره اللي وراها. لو انت حط نفس الوضع، فاكرين الاكزامبل اللي احنا حطيناه بتاع الالفا والبيتا ايرور؟ دلوقتي احنا عندنا ثانيه واحده بس احط الشرح من اللاب. سوري يا شباب. دلوقتي احنا عندنا الخط ده النورمال ديستريبيوشن اللي بيمثل الايه النال هايبوثيسس، لما احنا قلنا ان النال بتاعتنا بتساوي 120، ان الناس من ضغط السيستوليك بلاد بريشر بتاعنا يساوي 120، دي كانت النال. الالترناتيف هايبوثيسس كانت بتقول انه لا يساوي ال 120. فجينا عند النال هايبوثيسس، ده النورمال ديستريبيوشن بتاع النال هايبوثيسس، اعمله بالهايلايت، ده النورمال ديستريبيوشن اهو بتاع النال هايبوس، ده نورمال ديستريبيوشن اوكي، ده النورمال. النورمال ديستريبيوشن بتاع النال هايبوثيسس اللي هو بالمنظر ده بيقول لك ان البيت الالفا ايرور بتاعه فين اهو، اللي هو عند 2.5 هنا رايت وليفت، عند 2.5 رايت وليفت كويس. في الفترة دي انت accepted the hypothesis، accepted the null hypothesis، ما بين التو ايرور دول انت accepted the null hypothesis، ان هي ده النورمال ديستريبيوشن بتاع النل. لكن بعيد عن الحاجتين دول انت reject النل. لو دخلت في الالفا ايرور فانت reject النل. طب تيجي تشوف الالترناتيف ايرور بتاعتك، عايز اشوف
لو جيت وشفت انت هنا الايرور بتاعك الالترناتيف هايبوثيسس اللي بتقول ان النان ده هي لا مش صح وان عندي الضغط 130 في الناس البروبلم ان فيهم مشكله ما فيهمش مشاكل بعد دايابيتك بيشنت. طيب جيت لقيت هنا عندك ان التقاطع الالفا ايرور اللي هي النقطه اللي انت رفضت فيها النال جت كملتها اهو لفوق كده اهو تمام، هنا ده البيتا ايرور اللي انت وقعت فيه. ليه ده البيتا ايرور؟ لان ده ايرور انت 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 هنا دخلت في النقطه في جزء من النال هايبوثيسس، العينه بتاعتك خدت جزء غلط او ما مثلتش البوبيوليشن فوقعت بجزء من النال. لكن الحته الثانيه دي ده كده الحته الثانيه اللي انا مش مظللها او اللي انا بعملها نقط ده قوه الاستادي بتاعتك في اثبات الالترناتيف هايبوثيسس بتاعتك، ده قوه الاستادي الباور بتاعه الاستادي تو ريجكت النال اند اكسبت الايه الالترناتيف هايبوثيسس. انا عايزه اخليكم تتصوروا ان هما وجهتين نظر، واحده بتحلف لك ان انا النال واقفه لك اهو باللون الاصفر انا النال انا النورمال ديستريبيوشن اللي بيقول ان مفيش علاقه نهائي ما بين التو فاكتور دول اوكي، وانت عملت استادي وخدت سامبل سايز وطلعت لك نورمال ديستريبيوشن عشان تثبت الالترناتيف هايبوثيسس او ترفضها، فطلعت شفت الخط بتاع الالفا ايرور ده اللي هو اللي احنا ساعتها بنرفض النال واكسبت النال هايبوثيسس بنرفض النال هايبوثيسس هنا، وشفت قد ايه من العينه بتاعتك رفض النال وقد ايه اكس وقع في الاكسبت للنال اللي هو بيتا ايرور ان انت اكسبتد النال وهي في الحقيقه خطا اوكي، لكن الريجكت النال ريجكت ليه الالترناتيف هايبوثيسس ان انت اكسبت الالترناتيف مش النال او انت رفضت النال وهي فعلا بترفض ده الباور بتاع يور ستادي. متخيلين الشكل ولا مش متخيلين الشكل؟ شباب انا مش عايزه النقطه دي تقع ارجعها تاني. يعني المفروض يا دكتوره ما يبقوش هما الاثنين نط عشان اقول ان انا مش ريجكت النط. لو هما الاثنين على بعض فمعنى كده ان العينه يعني بتاعتك ما فيهاش ايرور فيبقى كده انا ريجكت النط. لا متداخلين بعاد عن بعض يبقى انت خدتي عينه غلط بالظبط. بصوا يا جماعه ما احنا بنحسب، مش احنا قلنا اكيوريت ونسبه والعينه ما فيهاش ايرور؟ صعب جدا ان انت تقولي ان العينه ما فيهاش ايرور، صعب جدا لان انت مستحيل هتاخدي البوبيوليشن كلها ومستحيل برضه هتعملي لي الديزاين المثالي قوي اللي يجيب لي البيرفكت بوبيوليشن، فغالبا انت هتقعي في ايرور، بس بنقلل الايرور على قدر الامكان. الراندوم ايرور ده احنا بنتحكم فيه، بس انا عايزاكم تفهموا هو الالفا ايرور جاي منين، البيتا ايرور جايه منين، الباور بتاعه الاستادي بتاعتك جايه منين. بالمعنى الاصح الالفا ايرور هو الايرور اللي هيحصل لما انت تبعد عن النورمال ديستريبيوشن عن النورمال بوبيوليشن عن البوبيوليشن بارامتر. مش احنا هنا قلنا ان احنا عندنا ده هو البوبيوليشن بارامتر فاكرين ولا مش فاكرين؟ وقلنا هنا بيمثل المين بتاع البوبيوليشن او الميو بتاعه البوبيوليشن، وان النورمال ديستريبيوشن ده ممكن يجي من هيوج سامبل سايز مع مالتيبل سامبل ستادي، فنيجي نعمل لها. وعرفنا احنا كلنا دلوقتي من الاستادي والابحاث عارفين ان الضغط الطبيعي 120 على 80 صح؟ كلنا عارفين كده، وعارفين ان الضغط ده ممكن ناس تبقى 110 70 وممكن ناس تبقى الضغط بتاعها 130 و140 وعارفين ان من فوق كده هيبقى ايه؟ ابنورمال صح؟ ايوه يا دكتور تمام. مش احنا الكلام ده ثابت؟ طب بتاعتك خلاص حلو، انت عملت الدراسه بتاعتك وخدت سامبل سايز وطلعت ان معظم الناس، انت عايز تقول ان معظم ان هنا ان الناس معظمها الديستريبيوشن بتاعها هنا، فانت اثبت الالترناتيف هايبوثيسس بتاعتك مش النان هايبوثيسس. انت بعدت عن الواقع قد ايه؟ عن البوبيوليشن بارامتر بتاعك قد ايه؟ البعد ده من الالفا ايرور هنا
اديك البيتا ايرور. عيد تاني، لو احنا تخيلوا سنه كده الالترناتيف هايبوثيسس ده هي الدراسه بتاعتك، والنال هايبوثيسس ده نورمال ديستريبيوشن. اوكي، انت دلوقتي النورمال ديستريبيوشن بتاعك بيقول لك ان الاكستريمز او الالفا ايرور بتاعك اللي هو 5% اللي هو 2.5 شمال و2.5 يمين، ده الخط اللي انت قبليه هنا بتقبل النال هايبوثيسس وبعديه بترفض النال هايبوثيسس. فانت لو الدراسه بتاعتك رفضت النال هايبوثيسس واثبتت فعل الالترناتيف، فده مدى الباور بتاع الدراسه بتاعتك، مدى قوه الدراسه بتاعتك هنا عند الخط ده، قوه الدراسه بتاعتك قد ايه من الدراسه بتاعتك من البي فاليو بتاعتك اثبتت الالترناتيف هايبوثيسس ورفضت النال. لكن هنا من اول الجزء بتاع الدراسه بتاعك اللي واقع، اللي واقع في النال اللي هو بالاسود ده البيتا ايرور اللي هو الخطا اللي انت عملته في الاستادي عشان جزء منها ياكد الايه او اكسبت النال وهي غلط، ده البيتا ايرور. حضراتكم استوعبتوني شباب؟ دكتور معنى كده ان البيتا ايرور ده جزء من الالترناتيف هايبوثيسس دايما والالفا جزء لا. من البيتا ايرور هو جزء بتاعك اللي راح ناحيه النال. يعني دلوقتي بس هو ما اترسمش في النال، هو لما اترسم اترسم في الالترناتيف اللي تقاطع مع النال. بس هي نقطه تقاطع، يعني بالمعنى الاصح النسبه الغلط اللي انت خدتيها في العينه اللي خلت العينه تبقى تقرب من النال. تمام. طيب والالفا الالفا بتاع ده هو الحد بتاعك اللي بتحسبي عليه بداية النال وبداية الالترنيت. بالمعنى يعني احنا يا جماعة فاكرين الالفا ايرور يساوي قد ايه؟ استني بس، الالفا ايرور يساوي قد ايه؟ 5% والبي فاليو تساوي قد ايه؟ 5% 0.5 صح كده؟ تمام. مش هي دي الاثنين واحد؟ ايوه 5% و5% بالظبط. فانت لو البي فاليو بتاعتك وقع هنا ده المفروض البي فاليو، فاهمني؟ فانت هنا لا، ده انت طلعت البي فاليو بتاعتك هنا، فبتقول ان هي ده المفروض ده لما البي فاليو تساوي الالفا اللي هي تساوي الخمسة في المية اللي هي تساوي 0.5 صح؟ صح كده؟ يبقى نو سيجنيفيكانس، يبقى نال. حلو، لو هنا جت ده نال. مش احنا قلنا لو البي فاليو كبرت عن كده فانت مفيش سيجنيفيكانت، فانت رايح ناحية النال. لكن لو البي فاليو قلت عن كده فانت رايح ناحية الالترناتيف هايبوثيسز ويز سيجنيفيكانت. مور سيجنيفيكانت. يس. فهمتوني؟ ايوه فهمت. ايوه دكتور. وضحت؟ ايوه دكتور تسلمي، شكرا. ربنا يكرمك. طيب انا عندي هتحط النال هايبوثيسس بتاعتك وهتحط الالترناتيف هايبوثيسس بتاعتك، دي الفيرست ستيب، اول خطوه ما ينفعش تتحرك من غير ما تكتب النال. فاكرين في هارفرد قبل ما بيبتدي بيقوم حاطط لك النال هايبوثيسس كاتبها وكاتب الالترناتيف هايبوثيسس صح؟ ايه شفت المحاضرات بتاعت الاستاتستيكال تيست ولا لسه ما دخلتوش فيها؟ طيب طيب تمام. فاول خطوه انت بتكتب ايه هي النال وايه هي الالترناتيف هايبوثيسس بتاعك، دي بتكتبهم في الاول، وبعد كده بتبتدي تختار التيست بتاعك، تيست الاحصاء عشان تحدد الليفل بتاع السيجنيفيكانت بتاعك اللي هي البي فاليو، وتحدد الالفا بتاعتك اللي هي الايرور، بعد كده تجمع الداتا. شوف خلي بالكم انا عملت ده قبل ما اجمع الداتا، يبقى انا عارفه الفاريبل اللي انا هلمها عشان خاطر اثبت العلاقه بتاعه الالترناتيف هايبوثيسس. فمثلا انا دلوقتي بقول ان في ان انا قلت في علاقه ما بين الهايبرتنشن اوكي والايدج، فانا عارفه ان الهايبرتنشن انا هلمه ككوانتيتيف، وعارفه ان الايدج هلمه كوانتيتيف، فدي علاقه ما بين تو كونتينوس ايه فاريبل
كوانتيتيف فاريبل، فعارفه التيست اللي هختاره سواء كان تي تيست ولا غيره، وبالتالي هبتدي اجمع الداتا بتاعتي كونتينوس، لان انا عارفه ان انا هحلل الداتا بتاعتي كونتينوس. وبعد كده لما اجمعها ابتدي احدد التست بتاعي فعلا اعمله، وابتدي اشوف حاجه اسمها الكريتيكال فاليو. مش مهم تعرفوها قوي عشان ما تعقدوش نفسكم، بس هي نمبر كده بيتحدد يعني. ابتدي اشوف الليفل بتاع السيجنيفيكانت بتاعتي بتطلع لي بي فاليو، واشوف هل انا هقبل النال هايبوثيسس ولا هرفض النال هايبوثيسس، وابتدي اشوف الكونكلوجن بتاعي. ثبتوا دماغكم على الثمان خطوات دول، لان ما فيش احصاء هتخرج. وانتوا بتكتبوا الاحصاء بتاعتكم، اول ما بتوصلوا لكلمه هايبوثيسس عشان تعملوا التستات صح لازم تكونوا ماشيين كده. انا كاتبه النال هايبوثيسس بتاعتي ايه والالترناتيف هايبوثيسس بتاعتي ايه، وبناء على كده انا عارفه الفاريبل اللي طالعه، فبختار التست الاحصائي من قبل ما بجمع الداتا، وبحدد الليفل اوف سيجنيفيكانت ونسبه الايرور بتاعتي، لان انا بحدد هنا السامبل سايز. بعد كده بجمع الداتا بتاعتي واجيب السامبل سايز، وانا بجمع الداتا بكتب كلمتين ايه هو التست اللي هشتغله وايه هي الكريتيكال فاليو بتاعت التست. حاجه اسمها كريتيكال فاليو لازم تحددوها. طبعا انتوا مش هتشتغلوا على الكريتيكال فاليو دي، بس اعرفوها، لان ما ينفعش ان انا ما اقولش حاجه زي كده، لازم تتعرف بس مش هتشتغلوا عليه. تمام. بعد كده بتحددوا الليفل اوف سيجنيفيكانت، بتطلع بقى بتقارنوا الليفل اوف سيجنيفيكانت والالف ايرور اكوردنج تو ذا كريتيكال فاليو، وتشوفوا هل انتوا النتائج بتاعتكم اكسبتد للنال ولا ريفيوزد للنال، اكسبتد للريجكت هايبوثيس الالترناتيف هايبوثيس ولا ريفيوزد للالترناتيف هايبوثيس، والاثنين عكس بعض. تمام. وبعد كده بتكتبوا الكونكلوجن بتاعكم او الانتربريتيشن، ان فعلا النتائج بتاعتك طلعت ان العلاقه في علاقه significant between the hypertension and the age. اوكي، وان الهايبرتنشن بيزيد او significant بي فاليو significant مع confidence interval يساوي كذا، عشان تقوي الدراسه بتاعتك. تمام. فده الانتربريتيشن اللي انت بتكتبه في الاخر. نفس الموضوع ده، يبقى انا عايزه بس عشان اتست الهايبوثيسس لازم الهايبوثيسس الاول، ابتدي احدد البي فاليو والسيجنيفيكانت والفاريبلز بتاعتي، وهالتست بتاعي هيطلع ايه عشان اختار تست كويس جدا. ابتدي اشوف الكريتيكال بوينت بتاعتي، وبعد كده ابتدي احسبها بالكمبيوتر عشان اطلع الفاليو واخد ديسيشن اذا كنت هاكسبت النال ولا هبقى ريفيوزد للنال. اوكي. نفس الستبس، ان انت حطيت الهايبوثيسس، ايدنتيفاي التست بتاعتك والبروبابيلتي، ايدنتيفاي سيجنيفيكانت ليفل هل هي significant ولا لا، اخدت الديسيشن بتاعك وجمعت الداتا، بدات تحط الايه القرارات بتاعتك وتشوف الداتا. هنا النقطه اللي انت هترفض فيها النل هي الالفا ايرور، والميو هي الفكره اللي هي البوبوليشن بارامتر. الميو هنا يساوي البوبوليشن بارامتر والذي يثبت النل، والذي يثبت النل مع كونفيدنس انترفال اللي هو تو ستاندرد ديفيشن، اللي هو بيقول لك 95% من البوبوليشن اللي هي هنا وقع هنا، ده ال 95 كونفيدنس انترفال، فده الميو مع الخمسه. ثانيه واحده خلاص، في ده الكونفيدنس انترفال، ده الميو مع الكونفيدنس انترفال. دي نقطه البي فاليو اللي هي الالفا ايرور اللي انا هبتدي احط عليها الاستادي بتاعتي عشان اشوف هل انا لو جيت هنا اكسبت النال، لو جيت هنا انا ريجكت النال، وبالتالي بحدد الباور بتاع الاستادي بتاعتي، وبحدد البيتا ايرور لان صعب انه ديتكت، بس هو بيديتكت باي ديترمينز ذا باور اوف يور ستادي. اوكي. في تستات حاجه اسمها زد تيست، وده بيحدد لك الاريا اندر ذا كيرف. اسمعوا المعلومه ده هي فقط لا غير، مش عايزه منكم اكتر من كده. ان لما بيكون عندك وان تيل تشتغل على وان تيل، انت بتشتغل على زد تيست، وده بنستخدمه اكتر لما بيجي نحسب بروبوشنال او نسب، عشان خاطر ده التيست ده له معادله وبيطلع بمعادله وبتتعمل مع الوان تيل، ومش هنتكلم اكتر من كده. اوكي. تمام. بتعمل بالتوتال اضربه في 2. ليفل اوف سيجنيفيكانت اللي انا اقصده هو البي فاليو، اللي انا اقصد الليفل اوف سيجنيفيكانت بي فاليو. اذا البي فاليو بتاعتك وقفت عند 0.05 فدي معناها النل از ترو، مفيش علاقه اساسا ما بين الاثنين. لو انا
اكتر من كده وعليت اكتر من كده ما فيش significant. لو قلت معنى كده ان هو في significant لعلاقة بتاعها. تمام؟ ده البي فاليو. البي فاليو بتمثل الاكستريمز اللي هي الالفا ايرور. البي فاليو بتمثل اكستريمز الفا ايرور. فانت عندك لو البي فاليو جت اكتر من الالفا ايرور يعني اكتر من 5% يبقى انت نوت ريجكت النال. يعني انت اكسبت دونت ريجكت النال يعني انت اكسبت النال. يعني لو عليت البي فاليو عن ال 0.5 او عن نسبة الالفا فانت اكسبت النال. لكن لو قلت فانت ريجكت النال. نفس الرسمة اللي انا فهمتها لحضراتكم. لو هنا زادت هنأكسبت النال لان انا هقع في دايرة النال. قلت هبقى ريجكت النال لان انا هقع في دايرة الالترنيتف هايبوثيسيس. نفس الوضع. ايه هي بقى الكريتيكال بوينت؟ هي البوينت ده هي اللي احنا بنحددها. البوينت بتاعت الالفا ايرور. دي الكريتيكال بوينت. ممكن تتغير؟ اه ممكن تتغير. مالكمش دعوة بقى بالحسابات دي خالص ومالكمش دعوة بالكلام ده خالص. بس انا بس حبيت اوريكم ان في حاجة اسمها كريتيكال بوينت. لان انت لازم في بعض الريسيرش لازم تحدد لي الكريتيكال ريجون بتاعتك هتبقى عاملة ازاي. اللي هي النقطة اللي انت هتقبل بيها الهايبوثيسيس النل ولا هترفض فيها النل. اوكي؟ طيب برضو دي كلها هو الزد تيست. الزد تيست هو تي تيست؟ لا لا دي حاجة دي حاجة ودي حاجة. الزد تيست ده لما كنا اقول لك مثلا في النورمال ديستريبيوشن بتاعه الضغط هتيجي الناس خمسه قد ايه من الناس ضغطهم 120 واقعين تحت الكيرف. فما تعقديش نفسك دي ليها معدلات لوحدها خلاص. بس هو تيست احصائي بيطلع لك بروبوشن مش مطلوب منك تعرفي اكتر من كده. تمام تمام. هنا ده النقطه الثريشولد دهيت او تيست الكريتيكال بوينت بتاعتك. دي الكريتيكال بوينت بتاعتك اللي طلع هنا البرتقاني ده الايه البيتا ايرور. بقيه الرسمه دي هي الباور اوف ذا ستادي اللي اثبتت الالترناتيف هايبوثيسيس. اوكي الازرق هو الالفا ايرور. كده مفهوم يا جماعه الدنيا ازاي تست الهايبوثيسيس بتاعتك. يعني لو عندك الفاليو بتاعتك طلعت اقل من الثريشولد ليفل او الكريتيكال بوينت بتاعتك يو ويل اكسبت النال. ولو طلعت اعلى من كده يو ويل ريجكت النال اند اكسبت ذا نال هايبوثيسيس اللي هو عند الثيرد ستاندرد ديفيشن عند الالفا ايرور عند الكريتيكال بوينت. نفس الفكره انا هنا بوضح لحضراتكم ده النورمال ديستريبيوشن اللي بيمثل لي النال هايبوثيسيس. دي عندي البي فاليو بتاعتك او اللي احنا قلنا الالفا ايرور اللي هي تساوي 5% فقط لا غير. تمام دي السيجنيفيكانت بتاعتك ال 95 سيجنيفيكانت اللي هو الليفل اللي انت الكريتيكال بوينت بتاعتك اللي انت هتحددها. انا بفترض هنا ان الكريتيكال بوينت هو الخط ده لكن انا لو في عندي كريتيكال بوينت تانية انا محددها بقيس عليها. وهنا دي الفتره اللي انا بقول انا اكسبتد للالترناتيف ريفيوزد للنال هايبوثيسيس. اوكي تمام. نفس الفكره ادي عندي ده الكوريكت ديسيشن. لو فرضنا ان النال هايبوثيسيس ده الكوريكت ديسيشن بتاعك الجدول وده كوريكت ديسيشن في الواقع. ده الكوريكت ديسيشن في الواقع. تمام وده اللي انت طلعته من الكوريكت ديسيشن. هفترض ان الاختراع الصحيح من الدراسه بتاعتك اللي هو الباور اوف ذا ستادي. فنزل القرار لو فعلا انت اكسبتد الالترناتيف هايبوثيسيس ورفضت النال وكان ده الاجابه الصح فانت الجزء ده اللي انت فيه اكسبتد للنال وهو غلط هو البيتا ايرور. والجزء الكريتيكال بوينت اللي انت حددتها الاو بوينت فاليو هي تايب 1 الفا ايرور. والكوريكت بقى الجزء اللي المنقط ده هي مدى قوه الدراسه بتاعتك في تحقيق الالترناتيف هايبوثيسيس. مدى قوه الدراسه بتاعتك من الواقع اللي هي واحد ناس بيتا الباور واحد. ما هي اكيد هي عباره لو فرضنا ان كل الكيرف ده 100% تمام لو فرضنا 100% او واحد وانت عندك هنا البيتا ايرور خدت 20% فرضا فانت الباور بتاعتك 80%.
تمام. وهنا برضه دكتوره تايب 1 يعني الالفا لو زادت يعني الكيرف هيزحلق. لو الالفا زادت الباور هتزيد. هو انا نفسي اعرف اغير اللون الاحمر بتاعي ده، حد شاطر في الكمبيوتر يقول لي بيتغير منين؟ مش واضح. طيب خلاص بصوا يا شباب، انا دلوقتي لو انا غيرت مكان الالفا ايرور، يعني مثلا جبت الالفا ايرور او غيرت الكريتيكال فاليو بتاعتي، مش انا واضح قلت لكم ممكن اغير الكريتيكال فاليو؟ طيب انا غيرت الكريتيكال فاليو بتاعتي وجت كده، الالفا ايرور حصل لها ايه؟ صغرت. برافو عليك، الالفا ايرور صغرت. حلو، والسامبل سايز بتاعتك هيحصل لها ايه؟ زادت بقى ولا ايه؟ زادت. تمام، وانت قربت ناحيه ايه؟ قللنا الباور. هتشد. قربت ناحيه كده صح، نورمال باور، نورمال ديستريبيوشن صح. ها مش انت شديت جوه شويه؟ طيب هنا مين اللي زاد؟ مين اللي زاد؟ البيتا ايرور. البيتا ايرور، بس الباور بتاع الاستادي بتاعتك ايه؟ قلت صح؟ يبقى الاستادي بتاعتك دي كويسه؟ لا. برافو عليك. طيب لو انا شديت الكيرف قوي وقربت الالفا ايرور، قربت الكيرف كده، خلي بالكم انتوا كل ما بتزودوا السامبل سايز الكيرف بيصغر. ليه قلنا يمين وشمال؟ معلش يمين وشمال عشان ما تلخبطش بس. طيب طب عيدة تاني أرسمها لكم على حاجة تانية، مش احنا عندنا، أنا عايزة الكيرف التاني، مش احنا عندنا ده النل وده الالترنيتف هايبوسس ودي البي فاليو بتاعتك. طب لو انت هتختار الفا ايرور صغيرة هتقللها عن 5%، ايه اللي هيحصل في السامبل سايز بتاعتك؟ هتقل. لا هتزيد. لو انت قللت الالفا ايرور 2% معنى كده ان انت هتضرب السامبل سايز في السماء صح؟ فمعنى كده كانك خدتي البوبوليشن كلها، فمعنى كده ان انت رحتي لانهو كيرف اللي هو بتاع ان احنا الافتراضيه بتاعت النال ان ده ان انا خدت كل البوبوليشن وده النورمال ديستريبيوشن بتاعتهم وهنا الميو. فلو انا قللت نسبه الايرور بمعنى كده ان انا عليت قوي السامبل سايز لدرجه ان انا خدت البوبوليشن كله صح؟ صح. طيب دكتور دي رحت ناحيه النل. تمام صح. طيب كاني رحت ناحيه اهو النل بتاعتي. تمام الباور بتقل. خلاص هنا هيزيد البيتا ايرور، هيزيد البيتا ايرور بتاع الاستادي بتاعتك ان انت رفضت ان انت رفضت النم وهي صح. تمام. ها تخيلت الصوره عامله ازاي؟ يبقى الاستادي بتاعتك هي اللي غلط. الاستادي بتاعتك هي اللي فيها حاجه غلط، الهايبوثيسز بتاعتك غلط. ان انت بتقول ان في alternative hypothesis وانت اصلا العينه بتاعتك ناحيه النل. تمام حضراتكم فهمتوا؟ اول مره افهم النهارده. اول مره. ده ليا الشرف والله يا دكتور، ده ليا الشرف. انا كنت يعني ايه يعني حافظاها لنفسي كده بس كده، انا فهمت الحمد لله. شكرا يا دكتور. العفو يا رب، ما تنسينيش من الدعاء بقى، ده وصيتي. الله يكرم. طيب دلوقتي احنا عندنا علاقه ما بين اثنين عشان نثبت نال هايبوثيسيس او الترناتيف هايبوثيسيس، فانت عندك علاقه ما بين اكسبوجر، ممكن الاكسبوجر ده يبقى اندبندنت فاريبل، ممكن يكون بريدكتور حاجه متوقعها، ممكن يكون كوفاريانت او فاكتور، كل دي اسامي لاتجاه واحد في العلاقه. الاتجاه الثاني هو الديبندنت فاريبل، البريدكتد فاريبل، الريسبونس او الاوتكم. كل الاستخدامات ده هي معناها واحد. صحيح انا في ميجرمنت اوف اسوشيشن بستخدم اكسبوجر واوتكم، وانا في الريجريشن بستخدم الاندبندنت والديبندنت فاريبل، وان انا برضو في الريجريشن بشوف البريدكتور او الايه البريدكتد فاريبل صح، وان انا بشوف مثلا في الكورليشن بستخدم الكوفاريانت فاريبل والريسبونس. كل دي مسميات لاتجاه علاقة واحدة
فما تتلخبطوش، لان العلاقه ما بين اكسبوجر اند ريسبونس از ذا مين اوبجكتيف اوف ابيديميولوجي، وان لازم تعرف انت ازاي هتقيس دول وانت ازاي برضو هتقيس دول. واهم حاجه ان الاكسبوجر بتاعك هتعرفه قد ايه، لما تعرف تقيس هيقل وقوعك في الايرور وهتعرف تطلع الايرور. ما احنا قلنا ان الايرور هي المسافه ما بين الريزلت بتاعتك والفاليو الحقيقيه بتاعت البوبوليشن. فانت لو عارف تقيس وبتاع والعينه بتاعتك فاليد اند ريلايبل، فمعنى كده ان انت هتبقى بالباور بتاعت الايه الاستادي بتاعتك قويه جدا. يعني ايه بقى انترنال فاليديتي واكسترنال فاليديتي؟ احنا خدنا تارجت بوبوليشن، خدنا منها ستادي بوبوليشن، خدنا منها السامبل في المحاضره اللي فاتت، صح؟ مش كلكم سمعتوا المحاضرة اللي فاتت ولا في حد وقع مني؟ مهم، دي السامبل. السامبل ده هي لو انا عايزة النتائج او الريزلت اللي طلع من السامبل اوكي اعممها على التارجت بوبوليشن واعممها على الستادي بوبوليشن، دي نوعين الفاليديتي. لو انا عايزة اعمم السامبل الصغيرة دي، لو فرضنا ان دي مصر، خلاص لو فرضنا دي مصر وفرضنا ان دي محافظه القاهره والجيزه الاستادي سامبل بتاعتي اللي انا وفرضت ان ده ال1000 عيان اللي انا خدتهم من القاهره والجيزه، فهل النتائج اللي طلعت من ال1000 عيان دول اقدر اقول انها تمثل كل المصريين؟ فده اكسترنال فاليديتي، فده اكسترنال فاليديتي. ولو انا عممت النتائج دهيت على الستادي بوبوليشن يبقى دي اسمها انترنال فاليديتي. اوكي، الانترنال فاليديتي بتتاثر من اول الديزاين بتاعك، من اول ما تبتدي تعمل الديزاين وتوزع الجروب وتقسم وده كله، ده الانترنال فاليديتي هنا انت بتلعب فيه. لكن وانت بتختار السامبل العينه الراندمايز سامبل، فانت بتلعب في الاكسترنال فاليد. ممكن الاستادي تبقى انترنالي فاليد لكن اكسترنالي مش فاليد. ممكن الاستادي بتاعتك تبقى قويه ومحترمه بالنسبه للقاهره فقط لا غير، لكن ما تقدرش تعمم لي النتائج على مصر انك واخد السامبل بتاعتك غلط او نوت راندمايز، وبالتالي فقدت الاكسترنال فاليديتي بتاعتك. يبقى الانترنال فاليديتي تختلف عن الاكسترنال فاليديتي، لان بس انا هدفي الاكسترنال فاليديتي مش الانترنال فاليديتي بس. هما الاثنين مهمين عشان محدش يقول لي مالهاش لازمه، لا الاثنين مهمين، بس انا هدفي لما اعمل استادي ان انا افيد بيها اكبر قدر من البوبوليشن واقدر اجنرلايز الريزلت بتاعتها ان شاء الله على العالم كله، ودي قوه الاستادي بتاعتي. طيب دكتور، مين يتاثر بالسامبل سايز؟ ماشي، مين يتاثر بالسامبل سايز، الاكسترنال فاليديتي ولا الانترنال فاليديتي؟ الانترنال، الاكسترنال بقى الاكسترنال، لان كل ما هتاخد سامبل سايز كبيره كل ما الدايره الزرقاء دي هتبقى كبيره. طب كل ما هتقدر تمثل التارجت بوبوليشن. اتفضلي. احنا قلنا ان هو الهدف لو هو يعني حقق الـ او ريبريزنت البوبوليشن كده هو حقق الاكسترنال فاليديتي، لو هو قدر يمثل الاستادي بوبوليشن يبقى كده هو حقق الانترنال فاليديتي. تمام تمام، بس انا لو حقق الاكسترنال فاليديتي هو كده كده حقق الانترنال فاليديتي، لان هو الاستادي جزء من غالبا. ما انا قلت لك انت ممكن تبقى الاستادي انترنالي فاليد بس مش اكسترنالي فاليد، لكن مش هتبقى اكسترنالي فاليد وهي انترنالي فاليد غلط. استوعبتيها؟ فهمت. تمام تمام، يعني انا مش معقول هعمم النتائج على مصر وانا مش عارفه اعممها على القاهره او في السهل. تمام تمام، يعني لو هي internal validity سهل ان هي تكون external validity، بس سهل. العكس مش صح. هو انت لو internal validity خلاص دوري على external validity، ممكن تتحقق وما تتحققش، لكن لو external validity عشان تقولي external لازم تكوني internal validity. تمام تمام تمام، فهمت كده. تمام.
وده بنعرفه ازاي بقى يا دكتور ان هي internally valid او externally valid؟ بتشوف السامبل سايز اخترتيها ازاي؟ ده شغلتنا احنا بقى بتوع الابيديميولوجي اللي يقعدوا يرخموا بقى على الدراسه. يجي حد يقول لي ايه؟ والله احنا مش قصدنا الرخامه يعني، بس ما يعني الكذب في الدراسات بتاعه الماجستير اكتر والدكتوراه اكتر كذب بشوفه في حياتي. ما تزعلوش مني، احنا كلنا كنا بنعمل كده تمام، كل انا واحده من الناس كنت بعمل كده. ما هكذب عليكم، العجله ماشيه كده وانا زيكم اشمعنى. بس لما جيت فهمت شويه ولما جه حد من اساتذتي كده بالراحه كده وفهمني الدنيا، لقيت ان انا بكتب مثلا ان تلك وذلك النتائج تمثل مصر. ازاي كتبت الجمله زي دي؟ كلمه كبيره جدا. انا كنت واخده على فيها 50 واحد، بقى ال 100 مليون 50 واحد يمثلوا ال 100 مليون. لا فهمتوها. اجي مثلا دراسه بدرس رير ديسيز وكاتب ان انا هستخدم ريتروسبكتيف كوهورت رير ديسيز البريفلنس بتاعه 10%، الديزاين بتاعك مضروب، يبقى انت اصلا انترنال مش فاليد. حضرتك مستوعبين؟ ايوه. احنا ده مقياس الفاليديتي بتاعت الاستادي، فاقدر ان انا اكسبت او ريفيوز الاستادي. فالفاليديتي بتاعت الاستادي ان هي ميجر وات يو سي ات ميجر، انت دي بتقيس وات يو سي ان هي بتقيسه. اوكي، يعني انت بتقول ان هي انترنالي فاليد وبختار الديزاين اللي يحقق لك يور ريسيرش كويشن الانسرز يور hypothesis and your objective. ولما تيجي تقول لي I will generalized فانت لازم يكون externally valid ان هي فعلا represented لكل المصريين. انت واخد عينة random من محافظات تمثل القطر المصري كله upper و lower Egypt و delta، واخد sample size كبيرة والerror بتاعك قليل، كل الكلام ده فعلا it is externally valid. تمام، ده اللي بيتقاس فيه الاكسترنال والانترنال فاليديتي. تو جنرالايز، خدت سامبل تو جنرالايز للتوتال بوبوليشن بتاعتك عشان ترجع باك بالريزلت. وده هدف اي ريسيرش، مش ان انت بتطلع بالنتائج وتحطها في الدرج، لا، او النتائج بتاعتك بتخدم 10% دراسه صرف عليها مليون عشان تخدم 10 1% من البوبوليشن، صعبه. تمام، احنا خدنا برضو الديفينيشن دهيت ان انا البارامتر، انا بتكلم على البوبوليشن از هول، الستاتستكس ريزلت انا بتكلم على السامبل سايز بتاعنا. ففي حاجات هتلاقوها المين ده الاكس داش ده معناها المين، لكن لو بتكلم على بوبوليشن بارامتر معناها الميو، والستاندرد ديفيشن اللي هو الاس او الاس دي، لكن السيجما بتكتب خاصه بالبوبوليشن. البروبوشنال هنا، لكن الباي ده بوبوليشن بارامتر. الكورليشن لو كتبت ار سمول فده معناها ان ده السامبل بتاعتك، اقصد ان انت تقصد السامبل بتاعتك. لو كتبت الار اتش او ده الرو فده بتقصد البوبوليشن از هو. لو كتبت لي اولز ريشيو از اولز ريشيو دي بتسمى خاصه، هفهم منها انك تقصد العينه بتاعتك. لكن لو كتبت لي الاوميجا هفهم منها البوبوليشن بارامتر. فوانتوا بتكتبوا الاحصاء شوف انت بتتكلم عن ايه. انت بتتكلم عن السامبل سايز بتاعتك هتتكلم بدول، انت بتتكلم عن البوبوليشن هتتكلم بدول. اوكي، ما يجيش حد يقول لي ذا مين اوف بوبوليشن، نعم ذا ميو اوف بوبوليشن. ما يجيش حد يقول لي ذا ستاندرد ديفيشن اوف بوبوليشن بارامتر، نعم زي ستاندرد ديفيشن ريليتد للسامبل سايز بتاعتك مش للبوبوليشن، لكن سيجما اتس ريليتد للبوبوليشن. اوكي، اودز ريشيو مينينج يور سامبل اودز ريشيو، لكن اوميجا بتقصد بيها اودز ريشيو اوف بوبوليشن. فهمتوني يا شباب؟ طيب احنا حلو جدا. انا دلوقتي لما اجي بقول لك تو واي تو ميك هنا انترفيرنس، ما خدتوش اللعبه دي. طيب فوتوا اللعبة دي، ان انت هتدخلكم في حتة كبيرة. ده كان حد من اساتذتي. ليش بارامتر بيساوي الاستاتستيكال سامبل بتاعتك زائد او ناقص الايرور؟ يعني بالمعنى الاصح السامبل بتاعتك مع الايرور هي تعني البوبوليشن بارامتر. زائد او ناقص ليه؟ عشان انت ماشي في اتجاهين رايت وليفت، مش انت ماشي كده؟ ادي ده البوبوليشن، مش ده الميو بتاع البوبوليشن؟
وده عندك هنا بالبوزيتيف وهنا بالنيجاتيف، فانت السامبلز ريزلت بتاعتك اللي طلعت زائد او ناقص الايرور هي ما يمثل او استيميشن للبوبوليشن بارامتر. اوكي، عشان كده انت تقدر تحدد الديجري اوف بروبابيليتي اوف يور سامبل، درجه احتماليه ان العينه بتاعتك تبقى ريبريزنتيف اللي هي الهايبوثيسس، البروبابيليتي والهايبوثيسس. فالايرور لازم يعني سمبل ديجري اوف بروبابيليتي، ان انت قد ايه قريب من البوبوليشن بارامتر، وده سيبنا اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي الكونفيدنس انترفال، اللي هي قد ايه العينه بتاعتك قريبه او بعيده من البوبوليشن بارامتر ده. يبقى قد ايه الريزلت بتاعتك قريبه او بعيده من البوبوليشن بارامتر هو اللي انا بسميه معامل الثقه او الكونفيدنس انترفال. الكونفيدنس انترفال بتحسب لكل حاجه، بتحسب للاودز ريشيو، اوكي، بتحسب للريليتيف ريسك، بتحسب للبروبوشنال، بتحسب لكل حاجه انت متخيلها، كل حاجه بحسب لها كونفيدنس انترفال، بي فاليو اند كونفيدنس انترفال، معامل الثقه. معامل الثقه بتاعتك لو انت بتحسبه لميجرمنت اوف اسوشيشن لو دخل فيه الواحد فانت هنا accept the null and refuse the null as an alternative hypothesis. لكن لو انت بتحسبه معامل الثقة في الريجريشن ودخل في الزيرو، اوكي، او للبي فاليو دخل في الزيرو، فانت هنا برضو accept the null hypothesis. يبقى بعض الامور انا بقول ان confidence interval لو دخل فيها الواحد فانا او دخل فيها الزيرو معناها اكسبت النال هايبوس. احنا خدنا الواحد في الميجرمنت اوف اسوشيشن لما قلنا لو يساوي واحد معناها ان مفيش اسوشيشن، لو اكتر من واحد معناها ان ايه اسوشيشن كبير، لو اقل من واحد معناها ان بروتكتيف ايه علاقه بروتكتيف اكسبوجر تو اوتكم. لكن انا دلوقتي لو الزيرو ده هيجي لكم قدام شويه واحنا بنشرح، بس عايزه اقول لكم بالمعنى الاصح ان مدى بعد الريزلت بتاعتك عن الميو بتاع البوبوليشن ده معناه كونفيدنس انترفال، وتشوف البي فاليو بتاعتك او الاودز ريشيو او غيرها يقع فين من البوبوليشن من الكونفيدنس انترفال، وهل انت من شكل الكونفيدنس انترفال تقدر تقول انا اكسبت النل ولا ريفيوزد النل. تمام، هنا اهي كونفيدنس انترفال هي البروبابيليتي ذات ذا بوبوليشن بارامتر فول او يمثل somewhere within the interval، يعني البوبوليشن بارامتر واقع في مكان ما داخل العينه بتاعتك، واقع في مكان ما داخل العينه بتاعتك. فانت عندك هنا السامبل ستاتستكس بتاعتك اللي انت طلعتها، الريد اوز ريشيو، الريليتيف ريسك، البروبوشنال، البي فاليو بتاعتك، وحسبت لها كونفيدنس انترفال بيبقى لها ابر ليميت اللي هو بالبوزيتيف ولور ليميت اللي هو بالنيجاتيف. انا بقول لك او انا بالمعنى الاصح بقول والله العظيم يا جماعه بمعامل الثقه انا البوبوليشن بارامتر بتاعي خلاص بتاع البوبوليشن يقع في الفتره دي، انا العينه بتاعتي قالت هنا، قالت ان البوبوليشن بارامتر هنا، بس انا بديكوا رينج بقول ان هو احتمال كبير ان البوبوليشن ده يقع في الرينج من كذا وكذا. فلو الرينج بتاعك ده من واحد لألف طبعا كده ان انت بتهزر، طب ما انا عارفه ان البوبوليشن اكيد هيقع من واحد لألف، وما انت عملت لي ايه؟ انت عملت ايه؟ او خليها نقول بلاش من واحد، خليها بنقول من 0.5 لألف، من نص لألف، انت بتهزر. اولا الواحد داخل الكونفيدنس انترفال، ثانيا دي وايد كونفيدنس انترفال، فمعنى كده ان انت واخد فيري سمول سامبل سايز، فمعنى كده ان الاستادي بتاعتك بالاستاتستيكال بتاعتها وحشه جدا وما اقبلهاش، وما ينفعش تقول لي خلاص ان تقول لي السامبل ستاتستكس او الاودز ريشيو او البي فاليو من غير ما تقول لي كونفيدنس انترفال، يبقى انت بتضحك عليا. انت ممكن تقول لي ان انت طلعت البي فاليو سيجنيفيكانت، ان الاودز ريشيو في ميجرمنت اوف اسوشيشن تساوي 3 و4 و5، بس مش حاطط لي كونفيدنس انترفال. اجي اقول لك اعمل لي عشان انت عارف ان السامبل سايز بتاعتك قليله وان الكونفيدنس انترفال بتاعتك هتطلع كبيره وممكن يخش فيها النل، فانا اكسبت النل هايبوثيسز واقول لك ان الاستادي بتاعتك كلها خطا. فاول حاجه تثبت لي العلاقه هي الكونفيدنس انترفال،
فلو انا عايزه اشوف حد شغال كويس ولا غلط هشوف مدى الكونفيدنس انترفال بتاعه عامل ازاي. اتفقنا؟ طيب ده نرجع هنا اللي انا شرحته قبل كده، ايه هو الراندوم ايرور او سامبل ايرور؟ اللي احنا قلناه هو عباره عن الايرور اللي بيحصل غصب عنك نتيجه ان انت مش واخد البوبوليشن از هو، وان السامبل بتاعتك او البوبوليشن بارامتر بتساوي الايرور السامبل زائد الايرور او ناقص الايرور، او الستاتستيكال بتاعتك لو انت واخد عينه كويسه فمعنى كده انها تساوي البوبوليشن بارامتر زائد الراندوم ايرور. اوكي الراندوم ايرور كان بي ميجر اند كان بي كنترول، وحجمه صغير جدا وكان بي ان اني دايركشن، ممكن يكون لك بالبوزيتيف او يكون لك بالنيجاتيف. يعني مثلا ريبيتد سامبل فروم ذا رولر لوور ايجيبت ريزلت اوف هيباتايتس بي هيباتايتس سي بريفلنس بيقول امونج الادلت 40% من رينج من 6 ل 16%. اوكي ده ايرور، ده عندي ايرور. فانا دلوقتي عندي الاستاتستيكال الراندوم ايرور هو الالفا ايرور اللي بيقل كل ما زود السامبل سايز بتاعتي، وممكن يكون ان اني دايركشن واقدر اقيسه واقدر اتحكم فيه، عكس تماما البايس. عكس تماما البايس ازاي؟ ان البايس او السيستماتيك ده ايرور بيحصل من يور ديزاين او وانت بتاخد السامبل سايز بتاعك، فاهم؟ سيلكشن ايرور وانت بتختار، لما انفورميشن ايرور وانت بتجيب الداتا بتاعك. اوكي وهنا بقى السامبل بتاعتك هي عباره عن بوبوليشن بارامتر زائد الايرور اللي انت عملته، ما تقدرش تقيسه ما تقدرش تعرفه، تمام؟ وممكن يكون ان اني سايز، وممكن يكون ان وان دايركشن، هيشد لك العلاقه في دايركشن واحد مش في اي دايركشن، في دايركشن واحد. يعني اما يديك اسوشيشن وهي مش اسوشيشن، اما ينفي الاسوشيشن وهي اسوشيشن. اوكي فده هيديك وان دايركشن للعلاقه، هيزود لك العلاقة أو يشد لك ناحية النال أو يشد لك ناحية الالترنيتيف هايبوثيسيس in one direction، وما ينفعش يتصلح، ما ينفعش يتصلح. أوكي تمام. هنا زي إيه؟ زي البريفلنس بتاع الهيباتيتس سي. أنا رحت عايز أدرس البريفلنس بتاع الهيباتيتس سي في القاهرة، فرحت رايحة منشية ناصر اللي هي أكتر منطقة أدكت مثلا، او فيها مثلا الاعدادات السيئه بتاعه الحلاقين والكلام زي ده، وقلت وقست فيها البريفلنس بتاع هيباتايتس في سي، وقلت ان هو 70%. ده بايس، ده سيلكشن بايس. يعني ايه سيلكشن بايس؟ انت رحت حته مبوقه اصلا، ورحت حته المرض منتشر فيها، وجاي تقول ان هو ان وتقدر جاي تقول ان انت العينه دي ممثله للبوبوليشن از هول، تمام؟ غلط، ده بايس، ده سيلكشن بايس. هل ينفع تصلحه؟ لا خلاص، ما انت واخد العينه بتاعتك غلط اصلا. شد العينه ناحيه الالترنيتيف هايبوثيسيس، ناحيه البوزيتيف، وهي غلط، تمام؟ ده ان بيقول لك هنا ان السامبل ايرور ده بيبان اكتر لما كل حد بيعيد السامبل سايز، وده هتعرفوه من السيستماتيك ريفيو. يعني كل ما بيحصل سيستماتيك ريفيو بطريقه او باخرى بتثبت لك مدى السامبل ايرور اللي موجود في العينه. ده مثال، دي امثله كلها بيوضح لك الفرق ما بين ده السيستماتيك ريفيو. ده حاجه اسمها فورس بلوت. الفورس بلوت ده بيقول لك ده مجموعه من الدراسات، كل واحد عمل البي فاليو بتاعته او ميجرمنت او الاستاتستيكال سامبل واسلها كونفيدنس انترفال. كل الاستادي ده هي اللي داخل فيها النيو اللي هو بالمعنى الاصح الواحد او الزيرو، انا حسب الواحد او الزيرو، كل دول نال هايبوثيسس الا الاثنين دول الزر اللي ما دخلش فيهم الواحد، فدول ريفيوزد نال اند اكسبت الايه الالترناتيف هايبوثيسس. فانا من شكل الكونفيدنس انترفال، من الفورس بلوت، من الكونفيدنس، من الدرجه من مدى صغر او كبر الكونفيدنس انترفال بتاعتك، تقدر تحكم على الاستادي اللي موجود، تمام؟ طيب انت عندك البوبوليشن، العينه بتاعتك عشان تطلع البوبوليشن انت بتتكلم في استيميتد بوينت. ايه الاستيميتد بوينت؟ اللي هي المين، اللي هي البروبوشنال، اللي هي الاودز ريشيو، اللي هي الريليتيف ريسك. لو بتتكلم بعد كده في انترفال اللي هي الكونفيدنس انترفال بتاعك،
لازم تمثل او استيميتد البارامتر بحاجتين، بالبوينت استيميتد وانترفال استيميتد. ما ينفعش تقول واحده من غير الثانيه، ما ينفعش تقول لي بوينت من غير ما تقول لي كونفيدنس انترفال بتاعك. اوكي، عشان اعرف بالمعنى الاصح البوبوليشن بارامتر واقع. انا كده خلصت الفا وبيتا ايرور وهخش في البايس. حد عنده اي سؤال؟ قوم يا شباب. ميت يا دكتور. نعم دكتور، انا اعرف. بص يا دكتور، النت عنده بيقطع، معلش يا اما يعيد السؤال بالراحه يا اما يكتبه على الشات وانا هبص عليه. انا بسال بس عن الكونفيدنس انترفال، يعني انا لما اشوف في ستادي واشوف البي فاليو وهو مش كاتب الكونفيدنس انترفال، فهل انا في طريقه احسب بيها الكونفيدنس انترفال ولا هو المفروض يكون حاسبها من الرو داتا بتاعته؟ تمام. لازم يكون حاسبها من الرو داتا بتاعته. هو انا عندي هو مديني اودز ريشيو. اوكي، فانا الكونفيدنس انترفال ليها معادلات، يعني الاودز ريشيو يعني مثلا لو انا عايز احسب كونفيدنس انترفال بتاعه اودز ريشيو، تمام، هقول ان الكونفيدنس انترفال ده هي هتساوي مثلا زد زائد او ناقص الجذر بتاع 1 على A زائد 1 على B زائد 1، فاكر السيلز بتاعت اللي بتاعته، زائد 1 على C زائد 1 على D. فهو اللي يحسب لي كونفيدنس انترفال، مش انا اللي احسب كونفيدنس انترفال. فلو هو قايل اي ميجرمنت اوف اسوشيشن من غير كونفيدنس انترفال، طب انا اعرف منين ان هي ريبريزنتيف للبوبوليشن بارامتر ولا لا؟ فاللي يجي يقول لي ايه؟ الاودز طلعت عندي خلاص 2، الاودز بتوين ذا هايبرتنشن اند ذا سموكر 2. طب اوكي، بقد ايه كونفيدنس انترفال؟ في ناس تيجي تكتب لي بقى كونفيدنس انترفال فيري نارو كونفيدنس انترفال، بس انا واخده بالي ان السامبل سايز عنده بتاعته صغيره. فازاي سامبل سايز صغيره وانت كاتب لي نارو كونفيدنس انترفال؟ فانا ساعتها بشكك في النتائج الاحصائيه بتاعت البيبر. بقول له لا، انا اسفه، النتائج الاحصائيه بتاعتك فيها شك، ان مستحيل السامبل سايز الصغيره تدي نارو كونفيدنس انترفال، وانت ضاحك عليا في الكلام ده. تمام. يعني انا المفروض ان انا مع الريبريزنتيشن اوف داتا وانا بعمل الاستاتستكس، المفروض ان انا في خانه ثانيه بتبقى للكونفيدنس انترفال، وبيبقى برضو على الجراف لو انا برسم على الجراف برسم كونفيدنس انترفال. لا، الكونفيدنس انترفال مش بترسميها، انا اقصد بتطلعيها، بتطلع من كل القياسات، كل الداتا اللي انتوا اشتغلتوها هتلاقوا طلع لكم كونفيدنس انترفال كلها. يعني المفروض ان انا بحطها في خانه من الجدول. انت بتكتبي مع البيغالي جداول، انت بتكتبيها، لو انت هتحطي الجدول حطي الجدول، لكن لو انت في الاحصاء بتكتبي ديسكشن، فانت بتكتبي ان الاودز ريشيو بتاعتك كذا والكونفيدنس انترفال بوزيتيف او نيجاتيف كذا. تمام، انت لازم توضحي لي الكونفيدنس انترفال بتاعتك. وما بتطلعش غير مع الاودز ريشيو ولا اي بيغاليو؟ لا، اي ميجرمنت بتطلع، لان قلت كونفيدنس انترفال بتتحسب لكل حاجه، بتتحسب للمين، بتتحسب للديفرنس بين مين، بتتحسب للبروبوشنال، بتتحسب للريليتيف ريسك، بتتحسب للاودز ريشيو، بتتحسب للاي بي فاليو، بتتحسب للتي تيست، بتتحسب للار، كله بتتحسب للكونفيدنس انترفال. تمام. معادلات بقى مش لازم تعرفوها، بلاش كلاكية، انا بتخض من منظرها اساسا. معلش يا دكتوره هناء، حضرتك بتقولي مره بتبقى انكلود الزيرو، ده لما يكون واخد الديفرنس بتوين المين، ومره لما يكون انكلود الكونفيدنس انترفال ال1، يبقى ده لما يكون مثلا اودز ريشيو او ريليتيف ريشيو ميجرمنت اوف اسوشيشن. صح كده. لما تكوني بتلعبي، لما تكوني بتتكلمي على كونفيدنس انترفال بتاعه اسوشيشن، خلاص هتلاقيها. احنا فاكرين لما قلنا ان الاودز ريشيو او ريليتيف ريسك او الريت ريشيو لما يساوي 1 معناه ان نو اسوشيشن. تمام، معناها النل. انت لو كونفيدنس انترفال بتاعتك دخلت هنا، فانت كده اكسبت النل. يس. تمام، شكرا دكتور. معنى كده ايه يا شباب؟ حد يقول لي بقى جمله يخليني اضحك او ازغرط، لو عندي شوكولاتايه، لما اجي اقول لكم ان هو فعلا الكونفيدنس انترفال داخل فيها الواحد، معنى ايه الكلام ده؟ حد يتكلم. ان الاودس ريشيو مثلا الديفرنس بتاعتك، انا عايزه اقول يعني العينه بتاعتك عامله ايه من البوبوليشن، هي نفسها بتاعت المين بتاعت البوبوليشن، ده ناحيه البوبوليشن ريبريزنتيف
مش شرط يكون تكون ريبريزنتيف، بس هي الكيرف بتاع الالترناتيف هايبوثيسس مشدود ناحيه الايه النال والالترناتيف تقريبا يعني داخلين في بعض واحد. فمين العالي قوي هنا؟ بوبوليشن. مين الايرور العالي هنا؟ الالفا. البيتا. البيتا. مين القليل؟ الالفا. الباور اوف ذا ستادي. الفا هي القليله والباور. الالفا مش هتقولي عليها قليله ولا كبيره لغايه ما تحددي الكريتيكال فاليو بتاعتك. تمام. لكن هنا الباور بتاعت الستادي بتاعتك ضعيف. ايوه، لان هي علشان احنا تيكينج النال هايبوثيسز وريفيوزنج الالترناتيف هايبوثيسز. عشان كده عايزه اربط لكم دماغكم يعني، بس مش بالظبط كده. انا بس عايزه اربط لكم دماغكم ان انتوا طيب فاهمين الدنيا ماشيه. اصلا النقطه دي كنت عايزه معلش استوقف حضرتك فيها امورك فيها، لان هو دكتور يوسف لما كان بيشرح كان دايما كان بيقعد يقول انه انا مش لازم البي فاليو بتاعتي تبقى سيجنيفيكانت، وان الرساله بتاعته هو لما كان عاملها كان برده طلع بتاعته. ممكن الرساله بتاعته لو مجرد ان هي اثبتت للنال فده محترم. المهم يا دكتور تكون الرساله كويس، الريسيرش يكون محترم. اثبت النال او رفض النال دي مش مشكلتي. البحث طلع بالنيجاتيف طلع بالبوزيتيف مش مشكلتي. دي رزل انت حاطه افتراضيه رفضتيها او قبلتيها، فالحالتين انت مفيده للعلم. نيجاتيف داتا ريزلت والبوزيتيف داتا ريزلت. بالظبط كده، نيجاتيف اور بوزيتيف انا مش فارق معي. اتفضلي. بس احنا يا دكتوره لما فهمنا ان البيتا اكتر والباور قليله فهمنا كده كان الاستادي هي وحشه. مش هي وحشه فعلا. يعني مش نتيجه فهم، يعني ممكن النتيجه ان الاستادي وحشه مش النتيجه ان هي اكسبت النقل عشان هي فعلا اكسبت النقل. لا 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 لا، انا قلت البيتا ايرور. انا قلت بيتا ايرور عادي. يعني ايه بيتا ايرور؟ يعني يعني المفروض ان انا يعني انت اكسبت النقل وهي غلط مع ان هي الترناتيف. ارجع لي الجدول. ايوه ما انا فاهمه كده. فانا قلت العالي هنا البيتا، يعني انت اكسبتد للنال هايبوثيسس وهي غلط عشان السامبل سايز بتاعتك كانت قليله عشان دخلت فيها واحد. ان احنا كاننا احنا رفضنا يعني اكسبت النال وهي كده. بصوا يا جماعه هقولها بالراحه، حضرتك عملت سامبل سايز صغيره، فالسامبل سايز صغيره دهيت راحت عامله لك كونفيدنس انترفال كبيره، فالكونفيدنس انترفال دخلت لك الواحد، فلما دخلت لك الواحد انت اكسبتد للنال هايبوثيسس وهي غلط. فالبيتا ايرور بتاعك عالي، فالباور بتاع الاستادي بتاعك قليل. يبقى المشكله عندي في الاستادي. يس. عشان كده انت لو عليت السامبل سايز ايه اللي هيحصل؟ الكونفيدنس انترفال هتبقى قليله والبيتا تقل والباور هتعلى وممكن نكسبت والنكسبت الالترناتيف. طب انا هقول لك على حاجه، لو انت خدتي سامبل سايز كبيره والكونفيدنس انترفال بتاعتك ضيقه بس تشبوها الواحد، ده معنى ايه؟ شباب بس انا نكسبت الالترناتيف بالراحه تاني. شباب كلكم معايا الله يكرمكم. معناها ان الدراسه انا خدت سامبل سايز كبيره، انا خدت سامبل سايز كبير والدراسه كويسه والديزاين كويس والكونفيدنس انترفال طلعت نارو، بس جواها الواحد جواها ولا مش جواها؟ الكونفيدنس انترفال داخل فيها الواحد رغم ان هي يبقى ده النار وده يبقى هنا ترو. ترو يبقى النار از ترو. يبقى انا في الايه في السيل ايه لو انا اكسبت النال اند اتس ترو بترو بوزيتيف. ايوه رغم ان النتائج بتقول لك انت اكسبت النال بس انا في الترو بوزيتيف. ايوه لان يكون فهمتوني. ايوه يا دكتور. طيب تمام، دماغك اتربطت كده. هي الايكويشن دي حضرتك اللي جبتيها منين؟ اللي هي الكونفيدنس انترفال حضرتك كتباها دي؟ لا ده موجوده في كل كتب الاحصاء، ابعتها لك لو انت عايز. اصل احنا في الرسائل الماجستير وفي في امتحانات الماجستير وكده بنحسب بايدينا وبنحفظ المعادلات الغبيه دهيت والبوست الجداول بتطلع في الليستات على طول دايما. بصوا المعادلات الاحصائيه انتم مش ملزمين بيها لان انتم مش هتمتحنوا احصاء، وبما انه اللي هيخش امتحانات احصاء هو اللي هيشتغل معادلات بايديه لان ما بيسمحوش في الامتحان بالستاتستيك بالبروجرام وكده، فانت هتحفظ المعادلات غصب عنك. بس على فكره مهما حفظتها بتنساها، بتيجي برضو قبل ليل الامتحان وتراجع.
تمام يا دكتورة. نبدأ بقى في البايزيشن اللي هو المثال اللي حضرتك بتقولي ان سامبل سايز حتى كبير فطلع الكونفيدنس انترفال ضيق بس انكلود مثلا ال1 فهي دلوقتي يس. عندي ان انا قبلت النال هايبوثيسس. الدراسه بتاعتك قويه ومحترمه بس هي اثبتت النال ان نو ريليشن نو اسوشيشن نو افكت نو تشينج بس هي دراسه قويه ما شككتش فيها. طب خلاص يبقى كده ما فيش اي مشكله صح؟ بالظبط كده تمام. انا عايزه اقول لكم ان وجود الواحد من عدمه يختلف في الانتربريتيشن اللي انتوا هتقولوه. يعني انا لو اقول الدراسه دي وحشه وزي الزفت عشان الكونفيدنس انترفال فيها الواحد، لا مش عشان الكونفيدنس انترفال فيها الواحد، عشان الكونفيدنس انترفال وايد اوكي، عشان تشمل الواحد، عشان السامبل سايز قليله ونوت ريبريزنتد بوبوليشن فما اقدرش اخدها، ما اقدرش اعمل لها اكسترنال وانترنال فاليديتي. لكن لو كونفيدنس انترفال فيها واحد بس دراسه قويه سامبل سايز محترم كونفيدنس انترفال كويس كل ده وفيها انترنال واكسترنال فاليديتي كان جنرالايز ريزلت، حتى لو كان انا اقدر اعمل انترنال اكسترنال فاليديتي حتى من نوم. تمام تمام يا دكتور. ولو الكونفيدنس انترفال نارو وانكلودنج الزيرو يبقى هو كده اكسبتنج النال هايبوثيسس وتبقى صح برضه. يس مظبوط ولا انا بس مش اي زيرو مش اي زيرو اوضحها قدام، خليكي في الواحد عشان انتوا خدتوا ميجرمنت في السوشيال، خلي الزيرو ده على جنب. تمام تمام. انا بس عايزه اقول لكم ان برضه في زيرو ويساوي نل، بس ده اللي انا حبيت اقول بس امتى اشرح لكم. ها يا شباب حد عنده اي سؤال تاني؟ لا شكرا دكتور. معلش يا دكتور بس اتفضلي. إيه، امتى احدد ان الدراسه بتاعتي 1 تيل ولا او 2 تيلز؟ 1 تيلز او 2 تيلز دي كونفيدنس انترفال بتاعتك واخدها في اتجاهين ولا في اتجاه واحد. تمام مش ميرسي يا دكتور شكرا. اتجاهين ولا اتجاه واحد تقصدي حضرتك اللي هو كونفيدنس انت حاسبه من جهه واحده ولا من جهتين؟ اه اللي هو الالترناتيف والنال هايبوثيسيس صح كده؟ الالترناتيف هايبوثيسيس والنال هايبوثيسيس دول اتجاهين هايبوثيسيس. دكتور هي البيتا ايرور لو عاليه دي معناها ان في مشكله في الاستادي ديزاين بتاعي او انا جبت سامبل مش ريبريزنت مثلا البوبوليشن. اما لو الالفا ايرور بتاعي عالي مش شرط يكون الاستادي ديزاين بتاعي غلط او انا عملت سحبت عينه مش ريبريزنت البوبوليشن، ممكن تكون انا فرد نظريه وثبتت عكسها بس يعني الالفا ايرور يعني لما تكون عاليه مش انديكيشن ان الاستادي بتاعي غلط، يعني ممكن يكون النظريه اتفرضت عكسها. هو انا ما احبش الالفا ايرور تكون عالي بس يعني لو انت مضطره ان انت تقللي السامبل سايز لاي ظرف من الظروف ما عرفتيش المرض بتاعك غير ان سؤن فده مش معناه ان الاستادي وحش برضه. تمام؟ امال احنا ليه بنلعب ان احنا بتزود لك السامبل سايز ونضرب الكنترول في اثنين وفي ثلاثه؟ عشان اشيل لك باور، اشيل لك نقطه الويك ان الالفا ايرور بتاعك عالي. تمام. تمام يعني لا بس انا حتى لو هو عالي بس انا ممكن يكون كنت فرض نظريه وثبتت عكسها، يعني ممكن يكون هو عادي مش عشان السامبل سايز مثلا قليل، لا ممكن يكون عشان انا فرض نظريه. الالفا ايرور ده لعبته في السامبل سايز مش في النظريه. ده ايرور بيحصل لانك ما خدتيش البوبوليشن كلها، وبالتالي لما تزودي السامبل سايز وتقربي من البوبوليشن هتبقي قللتي الايرور، ولو بعدتي عن البوبوليشن هتزودي الايرور، فده ملوش دعوه بالنظريه. امال اللي هو كان دكتور يوسف بيقول عليه كان التجربه بتاعته او الاستادي بتاعته كان طلعت ان الالفا ايرور كان عالي ومع ذلك كان الاستادي بتاعته كانت كويسه. مفيش مشكله فيه. هو طلع نون سيجنيفيكانت. طلع ايوه طلع نون سيجنيفيكانت مش الالفا ايرور عالي، هو يقصد ان البي فاليو بتاعته طلعت اكبر من ال 0.5. هو بيبقى عايز يقول لكم ان هو الريزلت بتاعته طلعت بالنيجاتيف مش بالبوزيتيف، ان هو اكسبت النال. ان هو عايز يقول ان الاستادي بتاعته طلعت ان ما فيش علاقه، ان هو كان حاطط ان في علاقه ما بين الاوبيزيتي والهايبرتنشن وطلع ما فيش علاقه، الاستادي بتاعته بتقول ما فيش علاقه، دي مالهاش دعوه بالالفا. تمام؟ تمام. مالهاش دعوه.
انا دكتور يوسف ده اكتر دكتور عقدني في حياتي، عشان انا سالت كل اسئلتي بسبب يوسف ده. بس هو دكتور محترم والله. هنكتب ها معاك لا اصل البايس والكونفاوندر والافكت موديفاير هيبقى ضرب كده جامد. انا عايزاكم تستمعوا المره الجايه يبقى احسن، نخليهم المره الجايه وانا معاكم عشان كمان دقايق كمان اسئله نسمع المحاضره دي تاني ونركز فيها اكتر كمان. ايوه بالظبط. ايوه 10 دقايق حب الدكتوره انا قدامي 10 دقايق بيني وبينكم وتبتدي الفقره الثانيه في الجدول، فانتوا قدامكم 10 دقايق من وقتكم. انا طيب دكتوره اليوم اللي احنا هنكمله اللي هو اليوم الجماعي ده حضرتك مش هتيجي فيه؟ انا ما عنديش مشكله، انتوا اتفقتوا على ايه وفين؟ يا دكتوره ضحى كانت بتقول يوم السبت تقريبا في الحسين السبت الجاي الازهر. انا مسافره يا جماعه يوم، مش بقول لسه بقول لكم اول خلاص يا دكتوره يا جماعه خلوني حضرتك حضرتك هتجي يبارك لكم. لا والله لو انتوا اتفقتوا خلاص مفيش مشكله. لا 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 كان نفسي اتعرف عليكم. عايزين نشوف حضرتك احسن حضرتك. طب انا استاذنكم تخلوه مثلا في اول 10 عشان انا بجد مسافره وهرجع يوم 31/9. مفيش اي مشكله يا دكتوره خلاص. انا حتى استاذنتكم ان انا هلغي المحاضرات وقلت لكم عشان بس هبقى بعيد عنكم والنت هيبقى صعب، وهبقى معاكم اللي عايز يبعت لي اي حاجه اعمل لها ريفيجن، اللي عايز يبعت لي سؤال هبقى معاكم على الواتساب. ف لو كان كده لو انتوا اتبعتوا خلاص خلونا في الاجتماع اللي وراه ان شاء الله. لا هي هتبقى احسن وحضرتك موجوده معانا. احنا عايزين خلاص يبقى انا تحت امركم هستاذنكم بس عشان والله هو ظروف السفر فعلا اتحددت بالنسبه لي وطبعا الاولاد هيقتلوني لان هو بالنسبه لهم يعني لكم ان تتخيلوا يعني هم بيشوفوني كام ساعه نخرج. انا عن نفسي لا ويعني لازم اخرج لا اما يحصل لي حاجه ابيديميولوجي احصل ما اخرجش ده كتير. ايوه والله ولدين وولدين وباباهم ده كتير فيعني لازم اخرج. كلنا ربنا يحلهم لك يا رب اكتر. الله يخليك يا حبيبي يا رب تسلمي. لا بس انا عايز اقول لكم يعني اهم حاجه ان انتوا تعيشوا مبسوطين ده رايي يعني اول ما نخلص كل... امتحانات يا دكتور اكيد. لا بالعكس انتوا لازم تكونوا مبسوطين بالامتحانات لان انتوا اكيد هتاخدوا شهاده هتقل السي في بتاعكم. انتوا استفدتوا علم حتى لو ما نجحتوش فانت استفدتوا علم جامد جدا جدا. انا ياما انا دخلت 2 دبلومه وسقطت وفشلت وضاع عليا فلوس قد كده بس انا خرجت منها بمعلومات. صحيح ما كانش المجال بتاعي كان انفكشن كنترول بس اكيد اضاف الي حاجات فانا مش ندمان عليه. انا ما بندمش على خطوه عملتها. انا لو هندم على حاجه هندم ان انا عدى وقت من غير ما اضحك وابقى مبسوطه. بس طب دكتور انا حضرتك بتقولي ما نجحناش هو في يعني في كده ممكن فعلا حد يحصل له دروب او كده يعني ولا ايه؟ هو في ناس حصل لها دروب عندنا في باتش ايه بس هياخدوا سكند شانس في الامتحان ان شاء الله. تمام بس يعني بالنسبه للكابستون يعني ولا الفاينل؟ لا معظم الكابستون الناس كانت بالنسبه للفاينل. بالنسبه للفاينل الكابستون برضو في ناس جابت ديجري. خلي بالكم ان هو مجموعه تراكمي على بعض الكويزات على الفاينل على الحضور على الكابستون فكله على بعضه فممكن حاجه وتعلي حاجه يعني مش اسهل. بس انا ما قلتش ان هارفرد سهل. حضرتك عرفينا امتحان الفاينل كان عباره عن ايه او الوقت ازاي او النظام ازاي؟ بصوا هو السؤال في دقيقه امتحان فيه 30 سؤال في بيتحل في لا السؤال في دقيقتين 30 سؤال في ساعه. تمام الامتحان دايركت مباشر ما فيهوش لف ودوران بس لازم تكون عارف بيزكس يعني مش هتخش فيه وانت مش مذاكر ده مش هيحصل. اللي مش مذاكر مش هينجح وش كده مش هيقدر مش هيقدر. هي ترايل واحده يا دكتور؟ ترايل واحده بس؟ ترايل واحده بس؟ ترايل واحده انت ترايل واحده والسؤال اللي انت بتدوس عليه اوكي ما بترجعلوش مره ثانيه. تمام وان هو الوقت انا شايفه ان الوقت كافي بس بشرط انت لازم تكون مذاكر يعني مش حد واخدها بالفهلوه مش هينفع. طب يا دكتور السؤال بيبقى طويل ولا قصير؟ لا السؤال متوسط بما يكفي دقيقتين يعني مثلا هيجيب كده مثلا ده انا عملت استادي والاستادي كانت من سنه كذا كذا. لا ما فيهوش في حاجات في لا بصي هو انت القرايه هتاخد نص دقيقه هي الفكره انت عارفه السؤال ولا لا والاسئله يعني 90% من الاسئله مباشر مثلا الالترناتيف هايبوثيسس وان اوف ذا فولوينج تشويس وكاتب واحده منها انها اوبست تو ذا نال هايبوثيسس انت عارفه ان هي اوبست نال هايبوثيسس فاخترتيها على طول. طب مش زي اسئله اللي هو الميد تيرم او الكويزات اللي احنا بناخدها دي دكتور ولا مش متكرره؟ انت
كويزات لا مش بتكرر، لا مش متكرره من شكل الكويزات، بس الفكره واحده. طب يا دكتور كان في سؤال، كان في سؤال في الكويز يا دكتور بيقول ان بيحصل ميس كلاسيفيكيشن، يعني ايه ميس كلاسيفيكيشن؟ ده نوع من انواع الانفورميشن بايس، هناخده دلوقتي. انت مستعجله، والله حظك ونصيبك. قابل لك ايه؟ طيب والله انت مستعجله، ميس كلاسيفيكيشن اهو هجيبها لك، والله ما زعلك. انا ما اقدرش على زعلك اهي، ميس كلاسيفيكيشن اهي قدامك على طول، بس مش هشرح، انا بتفرج عليها بس. لا خلاص ماشي. هي الانفو نوع من انواع الانفورميشن بايس. تمام يا دكتورة، تسلمي لي يا رب، ربنا. على ايه يا دكتور تؤمر؟ الله يكرمك يا رب. طب دكتور هنا بجهز حضرتك، انا يعني كنت بعت لحضرتك حاجه على الواتس كده، ممكن حضرتك تشوفيها تسلمي يا دكتور. عايزه استفسر من حضرتك عن كذا حاجه عشان لو هبدا شغل السنه. طب انا معاكي، اسمع، انا سامعاكي قولي لي. انا سامعاكي، انا هفتح الواتساب وانا معاكي، قولي لي. هي الاوت لاين بتاعي اللي انا بعته. تبعتي لي اوت لاين ولا بعتي؟ انا بعت لي اسئله. لا الاوت لاين، انا بعت الاوت لاين بتاعي، انا كنت بعت لحضرتك قبل كده بس قلت لي عدلي حاجات فيه، فانا بعته بعد التعديل اللي انا بعته وسهل لهارفارد. طب انا هقول لكم على حاجه، خلاص. هو انا من يوم الخميس، يعني من يوم الخميس لغايه يوم الخميس اللي وراه هقدر اراجع اي حاجه انتم عايزين تعملوها، هيبقى عندي وقت، هتبقى اجازه بس يعني هيبقى عندي وقت ان انا ابص على اي اوت لاين او تراك. فاي حد هيجي يوم الخميس بالليل هيبعت لي، انا مش هفتح الواتساب خالص الا الجمعه بالليل، على اساس هاخد كل الناس اعمل لها داونلود للحاجات اللي بعتتها وهبتدي ريفيجن. اوكي، فاللي عايز اراجع له دراف او اوت لاين يبعته لي الخميس بالليل. اوكي، وانا هكمل معاه. خلاص اوكي، تمام يا دكتور، بس حضرتك جدا. العفو، على ايه تأمري؟ معلش يا دكتوره، هو الاسئله بتاع الفاينل ان شاء الله بتبقى قريبه للسيستم البولز اكتر، يعني انا حاساها من كلام حضرتك ان هي اقرب لنظام البولز بتاع الورك شوب. ايوه صح. اللي هي انا هي قريبه يا جماعه، هي مبشره مش لف ودوران، هي عايزه حد فاهم البيزكس، مش عايزه حد استاتستيك خالص. يعني عايزه حد فاهم الكلام اللي احنا بنقوله، يعني انتوا دلوقتي فهمتوا ده الفا وبيتا ايرو، تقدروا تحلوا اي اسئله الفا وبيتا ايرو، طلعوا ام سي كيو الفا وبيتا ايرو من على النت وبعتوه وحلوه مع بعض وانا معاك. ماشي يا دكتوره، لو في اسم كتاب عباره عن اسئله او حاجه نحاول ننزله يكون فيه البيزكس نبدا نحل مع بعض. لا هو مش هتلاقوا كتاب فيه اسئله، انتوا هتلاقوا مالتيبل تشويس موجوده في كذا بروجرام، موجوده على السي دي سي، موجوده في مواقع كتير جدا. انتوا طلعوا الاسئله، كل واحد لو فتح موقع او دور بطريقه هيطلع 10 اسئله، هقول 10 اسئله مع ان انا عارفه ان اكتر. كل يعني لو اختار على السي دي سي. أيوة. ازاي انتوا خدتوا دلوقتي ادخل على الموقع وبعدين اعمل ايه؟ اكتبي ما تكتبيش، اكتبي على جوجل، على جوجل statistical MCQ بس، epidemiological statistic MCQ، ويطلعوها خلاص، وابتدوا اختاروا الاسئله اللي انتوا خدتوها. يعني انتوا خدتوا study design، خدتوا الفا وبيتا ايرور، خدتوا الهايبوثيسس، كل ده طلعوه من الاسئله بتاعته. هتلاقوا نفسكم مع الاسئله اولا بتثبتوا المعلومه، ثانيا عينيكوا خدت على الغلط، طب وده غلط ليه؟ طب وده صح ليه؟ يعني مثلا هتلاقوا في سؤال في هارفارد ولا كان جاي لنا في الفاينل مش فاكره، كانت ان الكيس كروس اوفر ديزاين خلاص بتستدي ذا كرونيك ديزيز اتس فيري لونج هو ستادي الاكيوت رابيدلي ابييرنس ديزيز، فكان حد مش فاهم ففهمها. اوكي، جه سؤال تاني بيقول لك ان الكيس عيالي العكس يا دكتوره، الكروس اوفر ستادي الكرونيك كيس كروس اوفر مش كلينيكال ترايل مش الار سي دي. شوف انت مديها ازاي، عرفتي هو عامل لك الدروب ازاي؟ في واحد قال نفس الجمله، والله الكروس اوفر وانت يا دكتوره هنقرا اسمها. لا بس انا مش شايفاها كيس مش الار سي تي. ايوه انا مش شايفاها قدامي، اكيد لو شايفاها قدامي هقراها حاجه ثانيه. لا اصلا السؤال ده معلم عليا عشان انا طلعت براء. طب دكتور انا بعد اذن حضرتك، انا لو انا بقيس السيفيريتي بتاع ديزيز معين يبقى، بس انا عامله الدراسه بتاعتي كل 6 سنين، ينفع ولا لازم السيفيريتي ده يعني ريسك؟ يعني لازم انت عامله الدراسه بتاعتك ايه؟ كروس سيكشنال.
كروس سكشنال. طب انت بتقيسي السيفيريتي ازاي؟ يعني انا جايبه ناس عندهم الديزيز ده وبياخدوا ليه وبياخدوا علاج، وناس عندهم ومش بياخدوا العلاج ده، فعايز اشوف مدى العلاج ده ان هو هيمنع هو ياثر في فهيقلل يعني الديزيز اللي عندهم، يعني السيفيريتي بتاعته، هل هم مثلا هيدخل يحصل لهم مش سيفيريتي. انت بتقيسي، انت كده بتقيسي الادفيرس افكت بتاع الدراج مش سيفيريتي بتاع الديزيز. انا عايزه اعرف هم هيدخلوا مثلا او يحصل لهم كومبليكيشن. بس انت النوت اسكس ان انت تعرفي ان حد عيان وما تدورش العلاج، بيقول يا صور ما خدهوش وانا بعمل له اوبزرفيشن. انت كده وقعتي زي امريكا لما عمل السيفيريتي. لا بس انا بربطه بديزيز تاني، يعني انا بربط الدراج ده اللي بياخده الديزيز ده بمرض تاني ممكن يعالجه الدراج ده. حضرتك فاهماني؟ لا بصراحه لا. طيب يعني انا لو الاوت كام بتاعي ان هو يدخل مستشفى او لا، ادميشن تو هوسبيتال او لا، الدراسه بتاعتي ممكن تكون كروس سكشنال عادي؟ انت شخص عنده المرض. يعني انا اقول انت منتظره حدوث الهوسبيتاليزيشن. تمام. انا يعني انا بحب باخد كور يعني مش كروس سكشنال. لا يعني انا جايبه ناس، انا جايبه ناس دلوقتي وبسالهم في نفس الوقت، هل انتوا خدتوا الدراج ده وجالكم المرض ده ولا لا، وانتوا او دخلتوا المستشفى ولا لا، واجيب ناس تاني هل انتوا اخذتوا، هل انتوا ما اخذتوش الدراج ده. يعني انا عايزه اشوف الدراج ده هل الناس اللي اخذوه. لا 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 كده البايس عندك عالي جدا. لا طبعا ممكن يكون دخل المستشفى لاي حاجه تانية، مش شرط يكون دخل المستشفى للكومبليكيشن اوف ذات دراج. لا بس انا لا. يعني مثلا انت عندك مثلاً ديسيز او عندك دراج ومنتظره الكومبليكيشن بتاعته ان يحصل هوسبيتاليزيشن، فالاوت كام بتاعك الهوسبيتاليزيشن والاكسبوجر بتاعك هو الديسيز او الدراج بتاعك، صح؟ الاكسبوجر بتاعي الناس اللي خدت الدراج خلاص. والبوبوليشن بتاعتك الناس اللي هافينج ديسيز، ان الناس اللي هافينج ديزيز ده. تمام. ده كوهورت، ما تنفعش غير كوهورت. لا يعني كوهورت لا كلينيكال ترايل، ما تجيش كروس سكشنال ابدا. يعني ما ينفعش اسالهم، يعني انا قلت هجيبهم واسالهم هل اخذ ولا لا واشوف النتيجه بس. كروس سكشنال طيب. يعني حضرتك برضو ما حضرتك تفضي كده ان شاء الله، خلي بالك ده الهوسبيتاليزيشن، فانت هتحسبي فيها يعني الاستادي دي تبقى قويه جدا لو دخلت فيها الكوكس ريجريشن سيرفايفل اناليسيس، حاجه اسمها الدالي اللي هو حسابات الدالي اللي دي هتبقى حسابات الاناليسيس بالتايم، فدي ممتازه جدا الاستادي دي لو كوفر ودخلت فيها الاناليسيس بتاع الكوكس والكابلن ماير والكلام ده، ممتاز. ما احنا هناخدها يا دكتوره، يعني حضرتك تشرح لنا الكابلن ماير دي وكده ولا ايه؟ ناويه ان شاء الله اذا ربنا اداني عمر باذن الله. تمام. حضرتك برضو ما انا بعت حضرتك الاوت لاين، فحضرتك لما تفضي كده ان شاء الله يوم الجمعه حضرتك تقريها تخلي كلامي اكتر يعني وبراجع مع حضرتك. عينيا الاثنين. دكتوره ايه طيب عشان اعرف الاوت لاين؟ دكتوره هبه. ماشي دكتوره هبه، عينيا. متشكره جدا لحضرتك دكتوره هناء، شكرا جدا. يا شباب حد عنده اي سؤال تاني؟ طيب اتمنى النهارده تكوني فهمتوا، ربنا بجد فرقت معاكم فهمتوها. ايوه طبعا. ربنا يجازيكي كل خير يا دكتوره هناء. يجازيكوا يا رب ويجازيكوا دايما كل خير يا رب. اشوفكم ان شاء الله الثلاثة على خير بالسلامه ان شاء الله كمان. الله يخليكوا يا رب، ذاكروا بقى في الفتره دي يا رب. كده الله يبارك يا رب. امين يا رب. ان شاء الله محاضرات يا دكتوره نسمعها تاني ولا باذن الله. ان شاء الله. دي المحاضره رقم كام؟ مش فاكره. دي الثامنه. ثمانيه. طيب يعني احنا هندي التسعه اللي هي يوم الثلاث ان شاء الله، وهتكون تقيله لان هي هتاخد بايس وكونفاوندر وافكت موديفاير. تمام. يعني حوالي 50 سلايدز على بعض، وهسيبكم بقى الاسبوع ده او ال 10 ايام دول، غالبا هيبقوا اكتر من اسبوع على اساس ان احنا تبتدوا تذاكروا جامد جدا، عشان الجزء اللي وراه ان شاء الله هيبقى اتقل شويتين كده عشان تستعدوا للفاينل باذن الله. دكتوره هناء، هو احنا فاضل لنا بعد الجزء بتاع البايز والكونفاوندر والكلام ده كله، هيبقى فاضل لنا كتير على ان احنا نخلص المنهج يعتبر؟ لا لا لا، مش هيبقى فاضل كتير، هيبقى فاضل الحاجات بتاعه الورك شوب الثانيه اللي انا بصراحه لسه لغايه دلوقتي ما بصيتش عليها عشان ما اكدبش. يعني انا الورك شوب الثانيه كنت انا حضرت اول يوم، بعد كده كنت حضور بس انا
بجد في ايام شغل فظيع. فانا هشوف الوركشوب التانية اتشرح فيها ايه وحدكم هتسمعوها لانها كلها هتبقى ادفانسد وهتكون دخلت في الكلينيك. يعني احنا تقريبا وفينا حق الكلينيكال ترايل بما يعني الفاينل اكزام تمام، فمش هتحتاجوا اكتر من كده. اي كلينيكال ترايل بعد كده هتبتدوا تبنوا بس على المعلومات اللي عندكم. الاسكس دي حاجه هتقروها، مش محتاجه دكتوره هنا ولا محتاجه اي حد، يعني محتاجه حد اللي هم هيبعتوا لكم الشيت بتاع الاسكس اقروه وترجموه كويس وفهموه، وهتحلوا الامتحان بتاعكم. هيجي سؤال او سؤالين في الاسكس في الفاينل، وده حاجه سهله يعني. الاسكس حاجه كده ورقه هتطبعوها تبتدوا تقروها وترجموها وتفهموها كويس جدا، هتجاوبوا على الامتحان بمنتهى البساطه تمام. فده بالنسبه للاسكس. ممكن نبقى نعمل محاضره اسكس اذا الوقت ساعنا باذن الله واتفتح لكم الاسكس، حد يبعت لي الشيت بتاعكم وانا اترجمه ونشتغل واشرح لكم اسكس، مفيش مشكله. بعد كده انتوا في اي حاجه في موضوع تاني ما تشرحش؟ انتوا عندكم يمكن حاجه اتغيرت عندكم عننا مش فاهمه. في حاجه عندنا بالنسبه لنا الريجريشن لو حضرتك انا قلت فاضل الريجريشن والكورليشن، هما دول بس اللي هيبقوا فاضلين. تمام، وهيبقى فاضل الاسكس والجزء الاخير بتاع الكلينيكال ترايل. انا قلت حضراتكم اسمعوه هيكسبكم خبرات مش ازن من كده. تمام يا دكتوره. في اي حاجه تانيه؟ لا ربنا يبارك لك ويعزك. خلاص يبقى ان شاء الله سهله، ان شاء الله سهله تعدي على خير. احنا بس يا دكتوره قبل ايام الدراسه بتاعه الولاد يعني، فاحنا بنحاول ان احنا يعني على الاقل نشطب قبل ما يبداوا يعني ان شاء الله. يا ريت والله، ده انا كمان نفسي عشان خاطر ابقى اتشغلت جامد. فهشوف ان شاء الله. انت عارفه حتى لو احنا بدانا يعني بدانا الريجريشن و يعني الكورليشن هيخلص بسرعه. الريجريشن انتوا هتفهموا اول محاضره، بعد كده لو احنا خدنا محاضره او محاضره واحده في الاسبوع او يعني الدنيا هتبقى بيس وهتبقوا خلاص بتلموا المنهج وبتقفلوا وبداتوا تحلوا اسئله. يعني تقريبا كده احنا على المحاضره التاسعه نكون خدنا ثلاث ارباع المنهج، يعني البلك الكبير اللي غالبا ممكن تحنوا فيه. تمام يا دكتور، والفتره اللي حضرتك هتسافري فيها وترجعي بالسلامه ان شاء الله نكون قرينا كده ولمينا نفسنا في المواضيع. يا ريت ان شاء الله باذن الله تكونوا فعلا يعني شديتوا، عشان هنخش بقى في ريجريشن وكورليشن وده مش صريف قوي، بس ان شاء الله الدنيا تظبط معاك ان شاء الله. تسلمي يا دكتوره هنا، ربنا يعزك. تسلمي يا دكتوره هنا، جزاك الله خير. تصبحي على خير. الو ايوه دكتور معاك. كنت عايز اسال سؤال، امتحان الميد تيرم زيه زي النهائي ولا لا؟ امتحان النهائي دار لا مش امتحان مش شبهه، وامتحانات الميد تيرم سبيسيفيك للموديول بتاعك، لكن امتحانات النهائيه ده بيبقى على البيزكس بتاعك على مذاكرتك. يعني زي الكويزات العاديه اللي هو الامتحانات اللي هو ام سي كيو بس مش زي الكويزز. مختلف عنه وله تايم معين. له تايم معين، السؤال دقيقتين ومحاوله واحده برضو اللي هو الامتحان الميد تيرم ومحاوله واحده. السؤال اول محاوله واحده وما بترجعش للسؤال. السؤال ده اللي هو اللي بيخلص الترم ده الميد تيرم برضه ده الفاينل. طب اللي هو في ناس يا دكتور شيروا ان الميد تيرم هيبقى من ضمن ال 10% بتاع الكويز، هل الكلام ده مظبوط؟ لا، من ضمن ال 10% من المجموع بتاعكم مش بتاع الكويز. هو الكويزاء ما دي اسمها احنا الميد ترم دول 10%، فانتوا غالبا بتحلوها وانتوا ليكوا ثلاث محاولات بس، انتوا بعد الموديول الثاني تقريبا ما بيظهر لكمش الاجابات تمام، بس ليكوا ثلاث محاولات فيهم كلهم. الفاينل ما فيهوش غير محاوله واحده، وانس ان انت دوست على الزرار سبميت يبقى انتهى، فانت السؤال ما بترجعلوش. مش زي مثلا انت هنا عندك الثمان اسئله طالع نازل في الثمان اسئله لغايه ما تدوس سبميت، لا انت وانس ان انت دوست على السؤال خلاص كده. يعني الميد ترم يكتر لينا ثلاث محاولات؟ لا الميد ترم انتوا الكويزات الميد ترم اللي عندكم له ثلاث محاولات بس ما بيظهر لكمش الاجابات. في يا دكتور هينزل لنا ميد ترم ما كانش عند حضرتك في البحث. يبقى دي حاجه ثانيه. لا هو الميد ترم ده يعني هيبقى بيقولوا ان هو هيبقى 10 محاوله واحده؟ ما اعرفش بقى، هم لسه ما قالولناش اي مواصفات عنه او نزل اي. طيب ده حاجه اتغيرت عننا يا جماعه معلش، يبقى انا كده. هو تقريبا يا دكتور عشان الناس اللي وقعت في الباتش الاولاني فهم يعني حاولوا ان هم يقللوا الدرجه بتاعه الفاينل. والله كويس، دي حاجه كويسه مش وحش، بيدوكوا فرصه ان انتوا تذاكروا، بس غالبا كده هيبقى شبه امتحان الفاينل. ما هو شبه امتحان الفاينل، ما احنا عايزين نعرف بقى يا دكتور هل هو واحده
محاولة واحدة ولا محاولتين؟ عشان كانوا بيقولوا لنا الفاينل هيبقى عندكم لا دي تسألوهم لما ليهم هم الفاينل محاولتين إذا انفادش بتاعتي محاولة إحنا خلاص مش محاولتين هو أنت ليك امتحانين مش محاولتين يعني الامتحان الامتحان الأولاني نجحتي خير وبركة سقطتي هيدخلوك الامتحان التاني فالناس اللي سقطت عندنا لسه هتخش الامتحان التاني بتاعها اوكي مش محاولتين مش نفس البتاع محاولتين تمام يا تمام يا شباب تمام يا دكتور لو كان كده تصبحوا على خير جميعا بقى اشوفكم على خير باذن الله الثلاث الجاي دكتوره شكرا دكتورة هناء وربنا يبارك لك شكرا دكتورة هناء شكرا دكاترة صباح على خير مع السلامة The recording has stopped